السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. موجودين النهارده مع حضراتكم لتخطيط مباراه الاهلي وام بي في الاسبوع ال 12 من الدوري الممتاز 2017-2018. اكيد النهارده اولى المباريات لفريقنا في ظل وجود مجلس اداره جديد يرأسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الجديد. اكيد كابتن محمود بقامته الكبيره وطبعا حب الجماهير الكبير ليه اكيد موجود النهارده، وكل التفاؤل ان شاء الله من خلال فريقنا النهارده اللي برضه اول مباراه اكيد في دماغهم ان هم يحاولوا مكسب يهنوا بيه اكيد كابتن محمود الخطيب ومجلسه بالكامل في هذا اليوم ان شاء الله. اكيد كل اهلاويه من حقهم ان يفرحوا برئيسهم الجديد بمجلس ادارتهم الجديده، نجم كبير موجود على راس النادي الاهلي حاليا. ان شاء الله كل الامل والمستقبل القادم مشرق بامر الله من خلال طبعا تولي كابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي في الوقت الحالي. كل التوفيق ليهم. يعني اكيد واحنا بنتكلم على فريق النادي الاهلي كلام كتير هنتكلم عليه، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان حتى الان في بعض المباريات اتلعبت في الاسبوع ال 12 منها امبارح او النهارده كان الاسيوطي وطنطا وفوز طنطا او الاسيوطي على طنطا 2-1، وحتى الان مباراه الرجاء والزمالك في الشوط الاول 1-0 للرجاء. اكيد النهارده ان شاء الله ايضا مباراه الاهلي وانبي، كل التوفيق لفريقنا. لكن خليني نقول ان احنا مباراه صعبه، مباراه ما بين المركز الثالث والمركز السابع. انبي لعب 11 مباراه حتى الان، فاز في 3 وتعادل في 6 وعنده 15 نقطه. الاهلي طبعا عنده مؤجلات، اربع مؤجلات او ثلاث مؤجلات انا اسف، لعب 7 مباريات و ليه 19 نقطة، فبالتالي إن شاء الله فوز النهاردة برضو بثلاث نقاط يديك ثلاث نقاط يخلوك في مقدمة، يخلوك الأقرب إن شاء الله للمركز الأول. وطبعا زي ما احنا عارفين الإسماعيلي هو اللي في المركز الأول ب 26 نقطة، المصري في المركز الثاني برصيد 22 نقطة. أكيد كل التوفيق لفريقنا النهاردة. هنا ارحب بضيوفي نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي عشان بقى نتكلم بشكل عام على هذه المباراه واكيد اهميتها بالنسبه لكل الاهلاويه النهارده، انك تاخد الثلاث نقاط وتكمل مشوارك للحفاظ على اللقب للسنه الثالثه على التوالي بامر الله وتحقيق النجمه الرابعه والبطوله رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لبطوله الدوري العام. في ضيافتي طبعا هيكون نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن شريف. برحب بيك كابتن فاروق، برحب بنجوم مصر كابتن ربيع كابتن اسامه وبقاء لها كابتن ربيع اخر احزان ان شاء الله، وبرحب بمجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب في اولى مباريات الدوري العام ان شاء الله. ايضا كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك كابتن ربيع. منور. اهلا بيك كابتن محمد، منورين وموفقين ويوم كويس ان شاء الله. ان شاء الله واحد جديد باذن الله. ان شاء الله. ايضا كابتن اسامه عرابي نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك يا كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيك يا فاروق، طبعا مبروك لمجلس الاداره الجديد بقياده كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره وربنا يوفقهم. وبرضه بنوجه الشكر الكبير للباشمهندس محمود طاهر لانه بذل جهد كبير قوي في السنين اللي هو اشتغل فيها وعمل انجازات على الارض كتيره سواء انشائيه او في البطولات، كمل المسيره اللي كانوا قبليه واللي قبليه واللي قبليه عاملينها، وان شاء الله بالتوفيق للمجلس الجديد ان شاء الله ونشوف النادي في تقدم اكتر ان شاء الله. صحيح. يعني خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار عن الفريق. يمكن كابتن سيد معوض مدرب الفريق بيقود مران اللاعبين الغائبين عن القائمه اللي اختارها كابتن حسام البدري النهارده، زي عمرو بركات، زي عماد متعب، احمد حمدي، عبد الله الشامي، احمد حمودي، واسلام محارب، بالاضافه لبعض اللاعبين طبعا اللي عندهم اصابات نتيجه طبعا الفتره اللي فاتت كان في مجموعه من المصابين، علي معلول، رامي ربيعه، كريم نيدفيد امبارح يمكن خرج من القايمه نتيجه طبعا احتكاك قوي في التمرينه، جات له اصابه في الكاحل، لكن كل ان شاء الله التوفيق ليهم ويرجعوا سالمين للفريق. ايضا ميدو جابر بيغيب عن مران النهارده للغائبين نتيجه امتحانات عنده بالنسبه للدراسه عنده. ايضا هشام محله في وجوده في العلاج الطبيعي بيقوم بجلسه علاج طبيعي على رجليه، كل التوفيق ليه ان شاء الله. عماد هشام ايضا من اللعيبه المميزه اللي انت محتاجهم في الفتره القادمه. يا رب كل التوفيق لفريقنا. كابتن شريف خلينا يمكن قبل ما نروح، عهد جديد ان شاء الله بامر الله يكون يوم جميل في ظل مجلس اداره جديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب. احنا اتكلمنا انا وانت يمكن امبارح
على الشكل الشكل الرائع اللي كان فيه الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات النادي الأهلي، وباركنا لكل الناس، وكل الناس كانت جميلة في اليوم ده. يعني النهاردة بتشوف المباراة اكتمالا لهذا اليوم يا كابتن. اكتمالا لهذا المشهد العظيم الحقيقة. يعني الحقيقة شفنا جمعية عمومية غير عادية بصراحة، يشهد لها التاريخ كله بالنسبة للنادي الأهلي. بنشكر كل الجمعية العمومية اللي هي تفضلت وحضرت إلى هذا اليوم الجميل، وكيان مبادئ عيلة واحدة. يعني نشكرهم، وخاصة كبار السن يا كابتن ربيع يا كابتن أسامة. احنا شفنا كبار السن اللي كانوا موجودين، حاجة تشرف أي حتة في الدنيا، والروح اللي كانت موجودة بين الناس حاجة جميلة جدا. وزي ما أسامة اتفضل وقال، يعني من وقت لوقت 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 هم ولاد النادي الأهلي اللي بيشتغلوا، ولاد النادي الحياة كلنا. إن شاء الله لما نشوف ربيع بإذن الله رئيس النادي الأهلي، وأنا وأنت فاروق، كل واحد بيخدم في موقعه، وكل واحد بيقدر يدي للنادي الأهلي من اللي النادي الأهلي اداهولنا. هاخدك في القايمة معايا. إيه؟ هاخدك في القايمة معايا. أنا حماسيك الكاراتيه يا ربيع. كابتن ربيع، يعني خلينا نتكلم على اليوم ده. أنا يعني أنا كنت متواجد، عمر طبعاً بيشكر كنت لسه أنا هجيلك لعمر، بس هو ده كانت صعبة طبعاً، والأول مرة يخش دي حاجة كانت جميلة. ولكن أنا بتكلم بالشكل العام في هذا اليوم واليوم الجميل اللي إحنا كنا فيه. والأخيراً يعني الجمعية العمومية كان ليها رأيها في اختيار كابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل في كرئاسة نادي الأهلي ومجلسه بشكل كامل. بس خلينا نقول له محمد طبعاً لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد كابتن محمود ألف ألف مبروك وجميع أعضاء مجلس الإدارة. يعني إن شاء الله يعني أجيال بتوصل أجيال أو بتسلم أجيال. الباشمهندس طبعاً محمود بكل، أنا عارف إن الكابتن محمود إنسان يعني محدش يعرف كابتن خطيب إلا أجيالنا. إنسان فعلاً. فأكيد إنه هيتواصل مع الباشمهندس محمود وهيجيبه وهيكرمه وهيقعد معاه، لأن هو ده النادي الأهلي كله بيدور على الكيان. وكتر خير، ومتشكرين جدا على الفتره اللي تعب فيها واجتهد فيها زي ما قال الكابتن اسامه. كلها اجيال محترمه وكلها ناس محترمه، وكانوا قائمتين محترمين. ربنا يوفق الكابتن خطيب بقائمته ان شاء الله للامام بامر الله تعالى. واكيد الباشمهندس في ظهره، وكل القائمه القديمه في ظهره، واحنا كلنا بندور على الكيان. فكان يوم عالمي بصراحه. اسره واحده، الاعضاء ما شاء الله ضربوا اروع الامثله في الاحترام والحب والهدوء والثقه وياخد بالك اثنين ماشيين في اتجاه واحد. فكان يوم عالمي صحيح الحقيقه، كله بيدور على الكيان يا محمد. احنا شفت الموضوع كان سهل وبسيط جدا وجميل جدا، ويوم حلو الحمد لله. يعني حتى يعني بتتكلم على كابتن محمود الخطيب، شكر مهندس محمود طاهر طبعاً. اول كلام لي بعد اعلان النتيجه، مهندس محمود طاهر شكر كابتن محمود الخطيب وتمنى له التوفيق. خلاص هو ده يا جماعه النادي الاهلي، عشان بس الناس ما تودناش لحتت بعيده كابتن ربيع. احنا كل واحد بيخدم النادي في مكانه، وجود كابتن محمود الخطيب على رئاسه النادي مستقبل جديد، بنتطلع لامور جديده داخل النادي كابتن، وداخل هذا الكيان اللي بنحب ان هو يبقى في احسن حته. عشان كده دايما بنقول يا كابتن الاهلي فوق الجميع وفوق جميع ابنائه، بالذات كابتن ربيع وحضرتك يعني واحد من ابناء النادي الاهلي. كابتن اسامه ايضا من خلال رؤيتك لليوم ده، بس هكمل بس اتفضل اتفضل. فاحنا بالتوفيق، وكلنا في ظهر طبعا مجلس الاداره الجديد ان شاء الله تعالى، وكلهم اخوه افاضل ربنا يوفقهم ان شاء الله تعالى عشان كان يفضل في المقدمه. وفي نفس الوقت بالنسبه لعمر، هو كافح وجاهد واخلص وحاول. بنشكره طبعا، بنشكره جدا على مجهوده. بنشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه وبالتوفيق لنادينا الكبير واعضاء مجلس. بنشكر كابتن كل ما تفكر انه يخش طبعا الجميع طبعا يترشح لاي منصب داخل النادي الاهلي، لان هو ده انت داخل عشان تؤدي مهمه، هو ان انت تخدم الكيان. فدي هي دي الحاجه المميزه، ان كل صحيح الابناء دول اللي دخلوا صحيح عشان يخدموا في الكيان. مين بقى ما كسبش مين كسب؟ في الاول في الاخر احنا كلنا مع بعض عشان نخلي نادينا ده في احسن مكان. كابتن اسامه اتفضل. كابتن هو في نفس السياق بتاع الكلام بتاعكم، ان احنا النادي الاهلي ده عريق من 1907 ومستمر. الاجيال بتتبدل عليه، سواء في اللعيبه سواء في الاداره. احيانا بيحصل بعض الخلاف في وجهات النظر، ولكن في النهايه كل الناس بترجع تاني اسره واحده. قلنا الف الف مبروك للكابتن محمود الخطيب، غني عن التعريف مش احنا هنتكلم عليه دلوقتي. يعني راجل كل المراحل اللي مر بيها من وهو لاعب ومدير كوره واداري وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب ثم الان رئيس. وبرضه تاني بنبارك لكل اعضاء قائمته، مش عايزين نسمي واحد واحد. انا عارف امبارح كان الحلقه كانت كلهم ناس محترمين، كلهم ناس محترمين، وربنا يوفقهم وينجزوا زي ما انجزوا قبل كده للناس اللي كان فيهم قدام او الجداد ياخدوا خبرات. تاني بنقول للباشمهندس محمود طاهر، زي ما متعودين في النادي الاهلي، انت اديت دورك واديت ما عليك وانجزت اشياء كتيره.
زي ما اللي قبلك انجزه في تاريخ النادي الاهلي كله. وبنشكر برضو اعضاء مجلس الاداره اللي كان معاك، وبالتوفيق ليك، وهي الحياه هتستمر والنادي الاهلي مستمر، واللي هو عمله ان شاء الله يتضاف عليه ويزيد، واللي كان فيه بعض السلبيات ان شاء الله المجلس الجديد يعالجها، وهكذا كل الناس اللي بتشتغل اكيد بيبقى ليها ايجابيات واكيد بيبقى ليها بعض النواحي السلبيه، لكن طالما كل الناس بتشتغل في اعلاء شان النادي الاهلي فبالتوفيق ليهم جميعا. وجماهير الكوره بتاعتنا بتحب كابتن محمود خطيب بشكل غير طبيعي. لا طبعا كابتن خطيب جماهيريته من ايام احنا بنلعب جماهيريه مستمره وحب غير عادي، وده وضح في الجمعيه العموميه الاخيره يعني. حقيقي. فبالتوفيق ليهم ان شاء الله وفي الامام دايما ان شاء الله. امين طبعا، كل التوفيق لفريقنا ولنادينا، انه يبقى افضل نادي في الكون زي ما احنا دايما ما بنقول وبنطلق هذا الشعار دايما، افضل نادي في الكون، وافضل نادي في الكون من خلال ابنائه، من خلال ابنائه وحب ابنائه لهذا الكيان ودفعه دايما للمقدمه زي ما احنا بنتكلم. وده الهدف من وجود كابتن محمود خطيب اكيد، وهو يترشح، وهو حتى وانت بتسمع كلامه هو هدفه هو ان النادي الاهلي يفضل النادي الاهلي رقم واحد دائما في الرياضه المصريه وفي اي مكان وفي الوطن العربي وفي العالم، وده اللي احنا بنتطلع ليه الوصول للعالميه بشكل كبير او اكبر مما كان في النادي الاهلي. يعني خليني واحنا بنبص كده ونشوف اتوبيس النادي الاهلي وهو متجه الى ملعب المباراه، والناحيه الثانيه طبعا في الشاشه في الكادر الثاني ده فندق الاقامه. عايز اكلمكم كابتن شريف، يمكن اخدت رايك في القرعه امبارح قبل ما اخش في المباراه. مهم جدا معانا اثنين من نجوم مصر اللي شاركوا في كاس العالم. كابتن شريف انت اول يا كابتن عايز انا لا انا هتكلمنا باستفاضه انا وانت بتتكلم انت بتقول كاراتيه انت خد بالك ولا ايه؟ اوديك الجمباز ما هو الاثنين جنب بعض اخوات كرامين. طيب انت امبارح خدنا استفاضه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه في حكايه روسيا دي. عرفتها دلوقتي وانا جاي، ناس اصحابي بتخش على جوجل وبتشوف مصر هتلعب فين. في مشكله كابتن اسامه، دي هتلعب حته كده بعيد حوالي 1700 كيلو. يعني ده عشان يركبوا قطر، القطر اللي هناك مش السريع اللي هو بياخده في 3 4 ساعات والحاجات دي، لا ده هياخده في 24 ساعه. فعايزين بيدوروا دلوقتي على اقرب مطار فين جنب لازم. لا بس انا هقول لك بقى معلومه كابتن بقى، عشان انا بس دي الحته الراجل ده بيلف العالم كله. لا راجل عالمي طالع على فاروق. هقول لك على حاجه، دراستي بتطلع رحلات يعني. انا عايز اقول لك حاجه، احنا بس المشكله هيحلوا لهم ازاي، هينزلوا فين، هيروحوا ازاي. انت عندك هتلاعب روسيا بعد 3 ايام او من الماتش ده، عشان ترد تروح تاني لغايه البلد اللي فيها موسكو اللي هي فيها الماتش بتاع روسيا، هترد 24 ساعه تاني سفر وكذا، بيضيع منك. هي دي بس الحاجات اللي الناس مش عارفاها. طيب. احنا فرحانين قوي بالمجموعه عشان بس الناس اللي عندنا اللعيبه ستجهد اجهادا غريبا في المسافات وفي الرحلات اللي هي قاره. كابتن على فكره احنا البلد اللي هنلعب فيها دي يا جماعه جنب الصين، على حدود الصين، داخل على الصين. طيب انا عايز اقول لك حاجه بس عشان الناس المهتمه انها تروح. احنا بس المعلومه دي حبيت اقولها، فيفا فانز احنا قلنا كل حاجه وربيع اللي هم متواجدين هيبقى لازم اي حد يخش يعمل الكارت ده او كده بصورته، ده الانتقالات بتاعته هتبقى فري داخل. هم ما بيسوش حاجه للصدفه يعني، هم عارفين هم عايزين الناس تلف بلدهم بالكامل عشان كل ده ببلاش. كل ده ومفيش فرقه هتلعب في بلد مرتين. لا ما هو لا مش هنلعب في نفس البلد مرتين. بالظبط على معالم بالظبط. مفيش بلد هتلعب في نفس البلد مرتين. ما هو هو ده المغزى. ممكن يعني انت تلعب الماتش ده وهترجع لموسكو، اللجنه المنظمه انك تروح الحته دي تلف. ما ده كاس العالم والاولمبيات كده، انت بتلف تفضل تلف. بس احنا كنا بنلعب بنروح في دورات اولمبيه ولا بنروح في دورات بحر ابيض؟ بتلف. لا بتلف. كنا بنقعد في سبليت مثلا، في ناس بتروح في سبليت، في ناس بتروح جنبهم سراييفو مش عارف شكلها ايه، مش وبيقعدوا الثلاثة ماتشات اللي هناك مع مجموعة يوغوسلافيا مثلا. كانوا بيروحوا يقعدوا في مكان واحد، وكنا بنلعب ثلاث ماتشات وانت عارف، وبنتمرن في نفس الارض، ما كانش فيه الكتير ده. اي نعم في جبال وفي نزول وطلوع، انما حكايه روسيا دي يا جماعه بعد ما عرفت حكايه السفر والبتاع، احنا متعودين على الكاميرون ودوالا والحتت دي، انما بهذا الشكل في مستوى تاني. كابتن وصلنا كابتن، وكابتن موجودين الحمد لله في مستوى تاني خالص. فعشان بس كابتن الناس بس المهتمه اللي تخش على الموقع وتشوف هذه الجزئيه، لان هتفرق معاهم كتير، لان طبعا انت عشان تاخد طياره وتسافر اي مدينه تانية بتكلم عن الناس اللي رايحه ورا منتخب مصر في اي في الثلاث مناطق اللي هيلعبها، طبعا شيء صعب ومكلف. عشان كده هم حلوا هذه الجزئيه، وده حاجه
فوق يعني انت مستوى تاني خالص هم بيفكروا فيه ما بيسيبوش حاجه للصدفه. كابتن ربيع انا عاوز اقلع على القرعه. اتفضل يا كابتن. احنا من فضل الله علينا ان ربنا سبحانه بيحبنا جدا جدا، لو كنا احنا قعدنا واخترنا ما كانش جبنا القرعه زي ما قلت لنا امبارح. احنا خلي بالك لو شفت التصنيف شفت روسيا دي حقيقه ده فضل المانيا في طريق فرنسا يعني بعكس 90 خالص واخد بالك. فلما تلاقي روسيا متصنيف اول بس تصنيف اول عشان ارضها، انما شفناها يا كابتن شريف مستواها يعني قريب. خلي الماتش ده على جنب، احنا قلنا ارجوي هو ماتش صعب فعلا، ارجوي تملك مهارات تملك لعيبه على مستوى كابتن شريف، يمكن ده اصعب ماتش من وجهه نظري انا رقم واحد. عندك السعوديه قريبه جدا مننا، فيعني عاوز اقول ان العمليه الحمد لله قريبه جدا من بعض، ثلاث فرق تدي لك نفس تلعب. برافو عليك، امل. فاحنا بعد البرنامج القوي اللي يعمله مستر كوبر، إرادة اللعيبة كابتن شريف وتركيزهم ومهاراتهم العالية جدا، احنا عندنا النهارده كابتن شريف 14 15 محترف، فضل ونعمة هو كبير. معتمد على كده واخد بالك؟ فنياتنا موجودة، مهاراتنا موجودة، التزامنا موجود، عندنا فرقة قوية الناس ما تقلقش. عودة إصابات برضو واحد زي مروان محسن ممكن يكون موجود جنب صلاح، يعمل لنا شكل يا كابتن ربيع. وبعدين البرنامج كمان هيتعمل برنامج قوي على أعلى مستوى، هتعمل ماتشات، فالمستويات الحمد لله زي الفل، والمجموعة جميلة جدا. والناس تتفائل، واحنا ان شاء الله انا من وجهه نظري باذن الله بعد ما ربنا وفقنا هيبقى لينا دور ثاني ان شاء الله، ويقدموا احسن عروض وربنا يوفقهم ويرجعهم بالسلامه. حقيقة كابتن، واحنا بنتكلم يا كابتن اتفضل انا بس ما اقول حاجه اقول لك بس الماتشات كمان عشان واحنا بنتكلم في اللفه اللي قالها كابتن شريف واللفه طبعا صعبه صعبه على منتخبنا. هو الكلام على المنتخب لان اللعيبه انا عايز اعلق على المجموعه بس. المجموعه ما احنا يمكن لو كانت السعوديه الماتش الاولاني طبعا هيبقى اوروجواي بالنسبه لنا، ثم روسيا، ثم السعوديه في اخر مباراه بالنسبه لنا كابتن. طبعا ما فيش شك انه المجموعه يعني مجموعه معقوله، ما تقدرش تقول قويه قوي ولا تقدر تقول ضعيفه، لان ما فيش فرقه هتروح كاس العالم غير لما هتكافح طبعا كده. ولكن انا بالنسبه لي حاجتين حصلوا يعني فرحت وزعلت. ليه؟ لانك انت زي ما انت بتتمنى تبعد عن المانيا والبرازيل وفرنسا والفرق الكبيره دي، ولكن حاجه جميله ان الشعب المصري بيحب يعني كان يحب يتفرج مثلا مصر وهي بتلعب البرازيل، مثلا مصر وهي بتلعب المانيا، مصر وهي دي برضو ليها نكهه كده معينه. لكن في حسابات النقط والصعود ما فيش شك ان المجموعه دي عندك امل فيها، يعني ما هنقدرش نقول املك اكبر فرقه، ولكن عندك امل فيها، لانه زي ما ربيع قال انه روسيا مش تصنيف اول، بس هي مشكله روسيا انها صاحبه الارض طبعا جماهيرها هتأزرها بطريقه غير عاديه. وانا اعتقد برضو نسبيا وان كان ده ما بيروحش في كاس العالم اول، لكن فيها التحكيم نسبيا هيبقى متعاطف معاهم شويه، لانه تملي ممكن ما تكتبش تعليمات صريحه من الفيفا، بس نجاح البطوله لما الفرقه اللي موجوده في البلد بتاعتها بتستمر شويه بتبقى ايه، بتديهم ميزه تسويقيه. فانا بقول دي جزئيه، لكن مش هي دي اللي هتوقفنا، يعني انا بقول دي النقطه. فاحنا ممكن نتعامل في ماتش روسيا. ماتش السعوديه صعوبته من وجهه نظري العصبيه شويه اللي بتحصل بين الدول العربيه بتيجي تلعب بعض، هي دي النقطه. لكن احنا يعني تصنيفا ووضعا احنا افضل نسبيا من السعوديه، ولكنه هيبقى ماتش صعب جدا، لانه زي ما قلت لك لما بتلعب مثلا مع كوريا الجنوبيه، بتلعب مع ايران، لما تلعب مع فرقه افريقيه، غير لما بتلعب فرقه عربيه. بص الحاجه انا عاوز برضه وسام بعد اذنك معلش خلي بالك احنا روسيا ترتيبها على العالم 63 او 62 حاجه زي ادي واحد برضه خش كبسيب ارجواي حاجه و20 احنا بنقول احنا خدنا كاس العالم قبل كده طبعا ماشي تمام. بس ترتيبها يعني في تصنيف ثاني حاجه و20 مش مثلا الثاني الثالث الرابع والسعوديه تصنيف رابع، يعني احنا احسن من كده ايه؟ طبعا فاهم قصدي؟ لا ما دي حقيقه. هشام احنا عايزين مش هنقطعك النهارده، عايزين لما نيجي نلعب السعوديه يبقى لنا معنى، نكون حققنا نتائج، يكون الماتش ليه معنى بتاع السعوديه. انت ليه بتاخد السؤال مني يا كابتن شريف؟ ما تسيبني اسال. فاروق كان عايز يقول لك سؤال. لا هو السؤال ان طبعا ترتيب المباريات كابتن، لا ما هو سؤال يمكن انا كابتن شريف امبارح كنا بنتكلم في الجزئيه دي، لكن ترتيب المباريات انت لحد ما انت محتاج توصل لمباراه السعوديه اللي انت حضرتك بتتكلم فيها كابتن اسامه، فيها هيبقى المنافسه قويه، تبقى الى حد ما مستريح، عايز تكون صعدت. ما هو المباراه الاولى كابتن اوروجواي ما هي النتيجه بالنسبه لك تكون الفوز ونتيجه ايجابيه اكيد. هو اصعب ماتش من وجهه نظري. بص روسيا كابتن اسامه معلش، روسيا صاحبه الارض دي. لا ما هو انا
لا اتفضل بعد كده. انا بتكلم ايه، انا جبت روسيا وقلت الصعوبه هتبقى في ايه، ان صاحبه الارض والجماهير طبعًا ونسبيا طبعًا. التحكيم هيبقى مساعدها نسبيا، انا مش بقول هو اللي هيبقى مؤثر 100%، ولكن دي جزئيه. الحاجه الثانيه السعوديه، قلت الصعوبه هتبقى في ايه لما بتبقى دولتين عربيتين بيلعبوا مع بعض، بيبقى في شد شويه، فدي لازم اللعيبه بتاعتها تاخد بالها منها. الحاجه الثالثه صعوبه، زي ما ربيع قال وكابتن شريف قالوا، انه ارجواي على الورق هي افضل فرقه فعلا كلعيبه كترتيب في العالم، كنجوم كبار زي سواريز وكافاني، هي دي الاصعب. فعشان كده المباراه الاولى هتبقى مهمه قوي. يعني انا من وجهه نظري، لو انت طبعا كسبت دي خير وبركه، لكن لو انت ما اتغلبتش من اورجواي الماتش الاولاني هيبقى عندك امل كبير، لانك يعني المتوقع الكره فيها كل حاجه، ان روسيا ممكن تفوز على السعوديه في المباراه الاولى، وممكن يحصل غير كده. انت اورجواي لو كسبتك، خلي بالك الماتش الاخير اورجواي مع روسيا، ممكن ساعات لما بقى الفرقتين بيحسوا ان هم يوصلوا كاس عالم خلاص بينتهي تعادل. فالماتش الاولاني بالنسبه لنا هيبقى مهم جدا جدا، حتى لو طلعت بنقطه واحده، حتى لو تعادلت بس. النتيجه ايجابيه. ايجابيه يعني تعادل، يعني ضربه البدايه على الاقل، بس ما تخسرش. يعني دي مهمه جدا في المرحله الاولى مع اورجواي. لكن المجموعه زي ما قلت لك، انا بس قلت ان ساعات بتبقى انت تتمنى ايه لما تشوف مصر مثلا بتلعب مع البرازيل او المانيا، مش عشان طبعا دول اقوى من دول بكتير، ولكن انا بتكلم القوى العظمى، يعني الناس بتحب تشوفها في الكوره مع فرقه مصر وهي بتلعب. الحاجه الثانيه اللي انا شايف المجموعات يعني اصعب مجموعه، انا من وجهه نظري اصعب مجموعه اللي هي فيها المانيا. ليه؟ المانيا معاها السويد والمكسيك. السويد حتى كوريا الجنوبيه. مش معاك كوريا الجنوبيه، كوريا جامده جدا صراع وكفاءه. اتكلم في السويد كمان طلعت ايطاليا كابتن. انا بتكلم انه التصنيف الثالث اللي هو السويد، هو مخرج ايطاليا، يعني مستوى يعتبر اوروبي قوي مش مستوى ضعيف. المكسيك من تملي من افضل الفرق اللي بتادي في كاس العالم، على طول بتوصل دور الثمانية، فرقة تقيلة مش فرقة وحشة. فرقة تقيلة كبير. طبعا المانيا المرشح الاول او الاول او الثاني، فالين واحد وصلت الرابع مرة، وصعوبة المجموعة دي ان المكسيك والسويد قريبين قوي من بعض. صحيح. كوريا الجنوبية اعتقد فرقة قوية زي ما كابتن ربيع قال، ولكن فرصها في الصعود صعبة، لكن احنا فرصنا في الصعود موجودة. صحيح. لكن ما اعتقدش ان كوريا هتوصل على مجموعة فيها المانيا والمكسيك والسويد، ما اعتقدش. طيب. لكن احنا مجموعتنا عندنا فرص ان احنا نوصل. طيب قبل ما اروح واتكلم على المباراة كانت، بس ترتيب المباريات كانت بشوفه ده برضه في مصلحتنا، يعني هل كنت تحبذ ان يبقى في مباراة غير الاورجواي او منتخب تقابله غير الاورجواي؟ لا، هو طبعا الترتيب كان يفرق، لو مثلا السعودية بداية مش اخسر ولا اخر، ترتيب المباراه في القوه الفنيه. في القوه الفنيه بس، انما ما عاوز اقول لك حاجه، ما تعرفش الخير فين برضه. لكن انا كنت افضل مثلا يعني ارجوي هو القوي خلاص، ابتدي بيه مفيش مشاكل، عند كده كده هقابله، ما تعرفش يمكن بدايه غير ما قابله تاني مباراه او ثالث مباراه. انما كنا ماتش مثلا روسيا لو بدايه في افتتاح في ايه، في شوق كبير جدا وتاريخ ان احنا بس مش اخسر. انما انا احب ابتدي بالقوي القوي، لان كده كده مفيش مشاكل عندي، انا عندي فرقه ورايح كاس عالم، واللي خايف من كاس عالم يروح، زي ما بيقولوا رايح كاس عالم محمد. يعني الاول الثلاث ماتشات جامدين جدا، ارجواي جامده جدا، وبعدين روسيا جامده جدا، ولكن كنا نفضل الترتيب ان مثلا واخد بالك نبتدي السعوديه نبتدي، لكن هو الترتيب ده اللي جابه ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بكل الاسباب وان شاء الله اللعيبه هتبدع، ومعانا مدرب خبره كبيره جدا، والتوفيق يبقى معاهم بامر الله تعالى ان شاء الله كابتن. طيب خليني اروح لفاصل كابتن بقى، ونرجع نتكلم على مباراه انبي، وابتدي مع حضرتك كابتن شريف اول سؤال ليا في مباراه اليوم. فاصل وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي طبعا عن مباراه الاهلي وانبي.
حبيبه. النادي الاهلي ده حاجه عظيمه جدا جدا كيان. اما الاهلي ياخد قرار، القرار ده لازم ينفذ. مقعد الرئيس الكابتن محمود ابراهيم ابراهيم الخطيب رئيسا. بشكركم جميعا. ألف شكر. ألف شكر. الاهلي واولمبيك البيضاوي قبل نهائي البطوله العربيه. النهائي المباشر. يا رضا هدف. فتره من اجمل فترات النادي الاهلي. كان بيتهاجم، محدش بيهاجمه. والاتلاقى مره ثانيه للكلام. اتقل فرقه في هذه البطوله. لازم تاخد البطوله على ارضك. لو لبست في وش رجله. نجوم من العيار الثقيل جدا جدا. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. الأهلي فوق الجميع. الآن يترقب عشاق القلعة الحمراء مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي التي تجمعهما في 8 مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز. وواجه الأهلي نظيره إنبي في 29 مباراة، فاز الأحمر في 18 مباراة، بينما حقق الفريق البترولي الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات. وسجل الأهلي 51 هدفا واستقبلت شباكه 31 هدفا. ويعد الثنائي محمد بركات ومحمد أبو تريكة هداف الأهلي في مباريات إنبي، حيث سجل كليهما 7 أهداف في شباك الفريق البترولي. بينما يعد حسام عاشور أكثر لاعب الأهلي مشاركة أمام إنبي برصيد 17 مباراة. وحقق الأهلي أكبر فوز على إنبي في الدور الثاني من موسم 2012-2013، وكان بنتيجة 5 أهداف، حيث أحرز الأحمر وليد سليمان وأحمد شكري ومحمد بركات هدفين والسيد حمدي هدف، بينما سجل لإنبي أحمد رؤوف. وتعادل الفريقان سلبيا مرة واحدة كانت في الدور الأول الموسم الماضي، ومعدل الأهداف بين الفريقين يصل إلى 2.8 هدف للمباراة. كل التوفيق للمارد الأحمر في مباراته الليلة أمام إنبي في 8 مساء اليوم.
لكن ده كان تقرير عن الخاص ما بين الاهلي واضح جدا ان 29 لقاء ما بين الفرقتين، فوز للاهلي في 18 وتعادل في 7 وعدد انتصارات فقط لام بي 4، اكيد بيدل على اكيد مباراه بتبقى صعبه للنادي الاهلي، لكن تفوق واضح لفريق النادي الاهلي. اقول لحضراتكم مشوار ام بي حتى الان في بطوله الدوري الممتاز، طبعا 11 مباراه حتى الان فريق ام بي لعبها، تعادل في اولى مباراته امام سموحه، ودجله يفوز على ام بي 2-1 في ثاني مباراته، ام بي وبتروجيت فوز ايضا لبتروجيت 2-0، والزمالك وام بي كان 0-0، ام بي وطلائع الجيش 1-1، اما مباراته مع مصر المقاصه فكان 2-1 لام بي و2-0 ايضا امام الرجاء اسماعيلي، وام بي كان تعادل ايجابي 1-1، وامام الاتحاد السكندري فاز ام بي 2-0، والمقاولون العرب تعادل مع انبي في هذه المباراة 2-2، واخيرا مباراة الاسيوطي سبورت وتعادل سلبي 0-0. ده مشوار انبي في بطولة الدوري الممتاز حتى الان، طبعا هو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، اما الاهلي طبعا كان مشواره كالتالي: تعادل ايجابي في اولى مبارياته 1-1، وفوز على الاتحاد السكندري 2-0، ثم فوز على الرجاء 4-1، وفوز على الانتاج الحربي 2-1، وفوز على الاسماعيلي 2-0، وفوز على الداخليه 2-0، واخيرا مباراه المصري 2-0. يعني تقريبا كل عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي فوز هي مباراه واحده الاولى امام طلع الجيش تعادل فقط. كابتن شريف خلينا نتكلم على مباراه اليوم، يمكن التقرير اللي كان اتعرض ويمكن الاحصائيات موجوده، دائما النادي الاهلي هو الافضل هو الاقوى في المباراه، ولكن دائما المباراه بتبقى قويه حتى لو انبي مش في وضعه الطبيعي. يمكن واحنا بنتكلم على انبي في جدول الدوري لعب 11 مباراه، فاز في 3 تعادل في 6 وخسر مباراتين، مش برضو انبي ومركزه اللي دائما كان متعودين عليه دائما باستمرار. في استخدام مدرب جديد، مدرب واعد، مدرب كويس قوي المره دي، بيصلح اللي حصل في اول الدوري واول موسم، وبرافو عليه ان هو كابتن ربيع بيندمج بسرعه في انه جاي على فرقه، وكان مع فرقه مصر مكثف وجاي، وبعدين اول ماتش ليه كان بيلعب مصر مكثف. عايز اقول لك ان مستواه اللي هو مختاره لنفسه ان هو يبقى في وسط الدوري، الاحتفاظ من احسن من الموجودين في الفرق الثانيه زي الرجاء زي النصر زي دجله زي كل دول. السنه دي ما عاملين شكل الانبي ان هو شكله كويس، انما لا، اللي كويس هو المولين العرب، اللي كويس هو المصري، اللي كويس هو الاسماعيلي، فمطلوب منه شغل كتير قوي، لانه هيقابل فرق كبيره بعد كده، هيروح يقابل الاسماعيلي ويقابل المصري ويقابل الدنيا دي كلها، وبيقابل الاهلي النهارده يا كابتن ربيع، يعني حاجه مش سهله يعني. هم لازم يكونوا بيفكروا مع المدرب الجديد بتاعهم بفكر اكبر، فكر انبي القديم اللي احنا دايما انت كنت بتقول فاز على الاهلي 4 مرات وتعادل 7 مرات، يعني عايزين نشوف فريق زي انبي ده دايما موجود بهذا الشكل وبهذا الكيان، وده بيحفزك على طول انك انت بتهتم بمبارياته، بتشوف ادائه، بتطلع منه لمنتخب مصر لعيبه، ده في ادارات هايله بتمسك انبي الحقيقه، عملوا لنا شكل وكيان في وسط الدوري وفي وسط البطولات كلها. اعتقد ان ده مش مستوى اللي هو فيه اللي يطمن الناس كلها، انما انا هكلمك على النادي الاهلي. انت قلت حاجه جميله قوي، 2-0 اسماعيلي، 2-0 الداخليه، 2-0 المصري، ثلاث مباريات متتاليه هدفين، ثلاث مباريات ناس ده غير الاهداف الضايعه يعني. ده ناس بتشتغل على المكسب وعلى الاحتفاظ بالاسم الكبير والكيان الكبير والبطوله اللي هي انا اعتقد ان هي ملكه. جود لك لانبي، ان شاء الله نتعمل لها ماتش كويس قدام النادي الاهلي النهارده، ونحب نشوف النهارده في مباراه للنادي الاهلي النهارده حاجه طبيعيه، يعني انا مش عايز حاجه تشز في اي حاجه، نكون حسام معشور ان شاء الله ما فيش اصابات ولا حاجه موجود في الملعب، والتيم هو هو، التغييرات اللي داخله زي ما اتفقنا مع الكباتن قبل كده، ما هم كابتن ربيع كابتن اسامه، لعيبه متقاربه جدا في المستوى وفي الاداء، وبيأدوا كل اللي عليهم، كل اللي احنا عايزينه التحفيز اللي هو في اول 10 دقايق طبيعي ان هم يخلصوا الماتش، انما هيعتقدوا ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت، هي دي الخطوره اللي كانت علينا وانت امبارح. ما ينفعش انا كابتن ربيع في نادي اهلي يبقى رايح في ماتش مستني ان انا اكسب في اي وقت، ممكن اتسرق زي الزمالك كان مسروق اهو في جون من الرجاء، هيلهز بقى عشان يتعادل ويخش جوه المباراه ثاني. انبي اقوى من الرجاء مليون مره، فلازم النادي الاهلي يبقى مركز النهارده تركيز شامل، انه بيلعب فرقه برضه محترمه وفرقه كبيره ومدرب محترم واجهزه فنيه على اعلى المستوى. نحب نشوف مباراه جيده النهارده من فرقتين كبار. اتفضل. لا المهم كابتن ربيع، وانا بكلمك على
النادي الاهلي وتواصل الانتصارات ده في حد ذاته بيدي قوه دفع اكبر للنادي الاهلي. والهدف برضو من ده ان انت في الاول وفي الاخر ماشي بخطه ثابته من السنه اللي فاتت الحمد لله ما فيش هزيمه، وده في حد ذاته انت بتكسر ارقام قياسيه. يعني الناس واحنا بنكسب مش واخده بالها ان احنا بقالنا الحمد لله سنتين الامور ماشيه معانا بشكل كويس، الجزء الدفاعي في الدوري الممتاز ماشي بشكل كويس، الدوري الممتاز انت ابتديت تشترك فيه بقوه زي ما كنا بنتكلم اخر ثلاث مباريات كابتن ربيع هدفين في كل مباراه وحاله فوز مع فرق قويه انت بتواجهها في الدوري الممتاز. خلي بالك احنا بندور فتره اخيره على الارقام على ضرب الارقام القياسيه اللي شغال فيها الاجهزه الفنيه واللعيبه والاداره واللي بينتظرها الجمهور. الموضوع خلي بالك النادي الاهلي من وجهه نظري قلت الكلام ده ان النادي الاهلي اجهز واحسن فريق في افريقيا مش في الدوري العام. يعني بالنسبه للدوري من وجهه نظري انا مفيش خوف على النادي الاهلي، النادي الاهلي يملك القدرات، يملك النظام، يملك التخطيط، يملك الفنيات، انا بتكلم بواقع عملي موجود على الارض، اداريات وتنظيم ولوائح ونظم وادارات ومع ترابط وحب واحترام للكيان، واخد بالك، وتركيز والتزام، وتيجي للجوانب الفنيه من وجهه نظري اجهز فريق في الدوري، خلينا في الدوري اجهز فريق، مفيش خوف، انا الا لو عدم توفيق، الا لو مفيش حاله لعيب كويس، انما الفوارق كبيره يا محمد، انبي مع احترامي انبي كل همه يبقى موجود في الدوري، انما المكان الامامي ده الاول ده محجوز لفريق واحد بس اسمه النادي الاهلي. انا بالارقام وخد بالك احنا عندنا كم ماتش مؤجل لحد الان والامور ماشيه، فانت احساسك بان فريق النادي الاهلي بامر الله تعالى فنياته عاليه جدا الحمد لله، جاهزين افراد في تنسيق في تدوير، خد بالك في حاجات كتيره جدا من البدايه للنهايه، المشوار الفني بتاع سنين دي يطمنك يقول ان احنا عندنا الحمد لله خطوط، عندنا افراد، عندنا جماعيه، عندنا فنيات تطمننا، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن بتكلم على استقرار فني، النادي الاهلي يملك القدرات اللي يقدر بامر الله تعالى وتوفيقه يكسب في وقت يا محمد. وانا من وجهه نظري المكان الامامي ده محجوز لفريق بطل واحد هو النادي الاهلي بجهازه الفني وبرجاله اللعيب، لان احنا نملك يا محمد كل حاجه عندنا كويسه، لكن احنا بنقول ايه ان شاء الله زي ما بيقول كابتن شريف احنا عاوزين من البدايه نخلص، من البدايه نسجل، من البدايه نستحوذ ونملك، عشان الابداع هيجي مع الاستقرار ومع الاطمئنان ومع النتيجه اللي تيجي بدري، الابداع هيجي، احنا منتظرين ابداع، منتظرين يا كابتن ارقام، انما من وجهه نظري ان الحمد لله والشكر لله ان عندنا فريق كبير، فريق كبير يطمننا في اي وقت بامر الله، عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، الامور الحمد لله تمام التمام، اجهز فريق واحسن فريق حاليا في الدوري الممتاز، ومرشح بقوه ان يبقى صاحب ان شاء الله الدوري والارقام هو النادي الاهلي. حقيقي يا كابتن احنا بنتكلم يمكن احنا كنا مشغولين في البدايه في بطوله افريقيا، اما لما عاد النادي الاهلي يا كابتن اسامه للدوري الممتاز يمكن انا شايف ان احنا الامور مش سهله، انت طبعا بتلعب فرق قويه ولكن اللعيبه والجهاز الفني من خلال نزولهم وتركيزهم في المباراه بتخلي تحس ان انت بتاخد المباراه بشكل سهل وبسيط لو اشتغلت طبعا بشكل كويس، عشان بس ما نقولش ان احنا لا طبعا انت بتجتهد ولكن انت بتسهل عليك الامور، وده حصل في الثلاث مباريات الاخيره كابتن اسامه. اولا انت واقعيا انت افضل فرقه في مصر، عندك اجهز لعيبه، عندك قوام ثابت من اربع سنين او ثلاث سنين تقريبا بيتغير فيه اضافات مميزه كل فتره، لما تيجي تشوف المنافسين مع احترامي الكامل ليهم، اول منافس مثلا الزمالك زي ما قلنا تغييراته كتير جدا، نتائجه مش ماشيه بشكل كويس، قوته قلت كتير جدا في اخر سنتين، تيجي المقصه كان السنه فاتت تاني، السنه دي بيعاني، طبعا هيطلع من الموقف ده لكن خلاص بعيد خالص عن الموضوع انه ينافس، اكتر فرقه ماشيه بخطى ثابته هي الاسماعيلي ويليه المصري، انت كسبانهم اخر ماتشين، فانا شايف ان الموضوع مفتوح من قدامك بوضوح قوي، انت مش محطوط تحت ضغط، انت لو نادي الزمالك في سنين بتجيلنا كلنا لعبنا وعرفنا كان الزمالك بيبقى قريب قوي منك او انت قريب قوي من الزمالك، الماتش الثاني كان بيبقى نهائي، الماتش الاخير ده بالي كانوا بيبقى اخر ماتش ده بيبقى نهائي، او انت سبقت مثلا بثلاث اربع بونت وخدت الدوري قبلها بماتش، لكن انت الفرق بينك واضح، انت مش الحمد لله مش محطوط تحت ضغط نفسي انك ممكن تتعادل مره او تخسر مره،
ان شاء الله ما يحصلش وتفضل نتائجك ايجابيه على طول، ولكن كمان بتلعب غير انك انت كفاءتك كاحسن لعيبه، انت كمان بتلعب مش مضغوط قوي، انت مش مضغوط رغم ان في ضغط مباريات، انت فعليا في النقط انت مش مضغوط، فدي كمان بتدي ثقه للعيبه اكتر، مش مضغوطين. كابتن حسام لو عنده تفكير انه يريح واحد مره اثنين ويغير، مش محطوط تحت الضغط انه لازم يلعب باللي هو الشكل الاساسي قوي في كل مباراه، عشان مثلا عايز فرق بينه وبين اللي قبليه مثلا بونت ولا اثنين والعدد المباريات متساوي، لا انت في الحمد لله في راحه. فانت المكاسب الاخيره كلها كسبت كمان فيهم اثنين من اللي هم راكبين، هو الاسماعيلي والمصري، وبعد كده المصري اخر ماتش وقبليه الداخليه والاسماعيلي، فالنتائج ماشيه بصوره كويسه. فانا اعتقد ان المباراه النهارده رغم ان ابني انبي اداؤه تحسن مع ايهاب جلال، طبعا كابتن طارق عمل جهد ولكن ساعات ما بتبقاش موفق، كابتن ايهاب في تحسن في الاداء، ولكن انت برضو ما زلت كفتك ارجح بكتير. الانبي اخر ماتشين اتعادل فيهم مع المقاولين 2-2 والماتش اللي فات الاسيوط 0-0، الفرقتين اللي هم تقال شويه اتعادل مع الاسماعيلي 1-1، اتعادل مع المقاولين العرب 2-2. فانت لو انت لعبت بالصوره الجديه والاصرار والتركيز مع احترامي الكامل لانبي، انت بنسبه 80-85% المكسب في ايدك. فان شاء الله اعتقد ان المباراه هتبقى صعبه، ولكن النادي الاهلي عنده فرص كتير هناك. وانت بتتكلم كابتن اسامه بتقول يعني يمكن نادي الزمالك غير كتير كابتن شريف في فريقه، دائما الفرق الكبيره واللي هي عايزه بطوله دايما لازم يبقى فيها حته استقرار للاعبين. طبعا تغيير او ان انت تجيب لعيبه بكم عدد كبير هو مش موجود في النادي الاهلي، انت بتجيب على قد احتياجاتك. دائما الفرق اللي ممكن عايزه تبقى في المنتصف هي اللي تلاقيها بتغير بال10 و12 لعيب، لكن النادي الاهلي منتبه لهذه الجزئيه، جهازه الفني منتبه كابتن شريف لهذه الجزئيه، احتياجاته فقط لا غير، سواء انت محتاج راس حربه، محتاج وسط ملعب، محتاج ديفنس، انت بتروح تجيبه. دي حاجه فرق كتير جدا في الشكل العام للفريق وترابط الفريق لموسمين متتاليين حتى الان. كابتن شريف كانت فاروق النادي الاهلي هم بيعدل او بيجيب لعيبه بيبقى عارف هو عايز اني خط واني مكان اللي بينشن عليه ويجيب فيه. كنا بندور على راس حربه فراح جاب وليد ازارو ودعم كابتن اجاي وقبليه كوليبالي ودعم بقى جاي قبل كده وكوليبالي كان موجود في وجود ايه؟ في وجود راجل اسمه عماد متعب في اي وقت من المباراه يقدر يشيل نص المباراه، صح يا كابتن ولا يقدر يشيل نص المباراه؟ فعمل بينشن، هو مش بالكتره ولا جه على ناحيه الباك ليفت، حس ان رحيل وحسين السيد برضو ساعات بيبقى في اصابات واحد فيهم حاليا، فدعم من احسن واحد موجود دلوقتي في افريقيا وفي العرب كلهم الراجل ده منتخب هو المنتخب، فجاب معلول. احنا بنتكلم ليه وانا بقول لك على فلان وفلان وفلان، والمره السنه دي بقى جاب ناس كتير قوي، دعم نص الملعب بتاعه، الكور الضاربه بتاعته اللي هي في لعيبه منهم بتبقى ديفندرات وفي لعيبه منهم بتكمل تبقى تحت الفراوده، وهما دول اللي عاملين الشكل على وجود مين؟ وجود مؤمن سليمان ووليد مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله سعيد اللي موجود اصلا، يعني بيدعم الحاجات اللي هي تقدر تعوض اصابه، تعوض ايقاف، تعوض. انما الفرق الثانيه بتحصل فيها ايه؟ الفرق الثانيه بتعمل شغل احترافي شويه، يقول لك انا لو بعت اللعيب ده لنادي الزمالك او بعته للنادي الاهلي هيجيب لي فلوس قد كده، اشتري بقى 2 3 4 لعيبه واقف على رجلي بيهم واخد شويه فلوس اصرف بيها على الفرقه، مش تفكير يعني اساسي، لانه ما كل الفرق الكويسه مش هتسيب لك اللعيبه الكويسه، مش لازم يبقى عندك، نرجع للكشافين تاني وننزل بقى المحافظات وننزل محمد صلاح والنني جايين منين يعني، فلازم نروح وندور ونبحث، لازم يبقى في جهد كبير قوي للفرقه دي ان هي بتنشن المدير الفني اللي بيبقى شغال يا كابتن اسامه وكابتن ربيع وانتوا عارفين، طالع عينه بيحط فرقه، ابص ليه تاني يوم مش موجود في الفرقه دي، واخد بعضه مشكرين عشان طبعا ما فيش اعداد كويس، ما فيش لعيبه مختاره بعنايه كويسه قوي لهذا الملعب. اسامه انت كنت عايز وانت ماسك اسوان كنت عايز كام لعيب وتبقى بتلعب زي النار في الدوري ما عادش يقدر يجي جنبك، كنت بتكلمنا في كده، مش اقل من 8 9 لعيبه، شوف مش اقل، يبقى هيلعب ازاي ويقاوم ازاي وانت تطلب منه نتيجه ازاي؟ هو محتاج 8 لعيبه هو كمدير فني شايفهم ويقول لك انا لو عندي من الاهلي بس 2 3 ياخدهم من الاهلي يا اسامه، صح؟
خد ثلاثة من الأهلي. زمان احنا كنا بنحصل ايه؟ كان المصري بياخد منها 3 4. هو انا فكرتي برضه يا كابتن ان الفرق الكبيره حته ان انت تغير بال 12 وال 13 لعيب ده يخليك طبعا حته ان انا ابقى في تفاهم وبينه وبين اللعيبه دي ناجحه في البرازيل. الا بقى لو انا فرقه بتعايزه تقعد في وسط الجدول هي دي الفرقه اللي ممكن بتفكر في الجزئيه. والله يا كابتن فاروق انا عشتها القصه اللي انت بتقول عليها دي ناجحه في البرازيل بس لان البرازيل كلهم مستواهم واحد. ما فيش واحد يقول لك اصل هنا عندي هنا ساو باولو وعندي كرينسيانس وعندي جيفنتوت كلهم فرق زي بعض وكلهم بتفرق ميزانيات وتفرق تدعيمات هناك من شركات وحاجه كده. انما لما تيجي تلعب على الدوري البرازيلي او تتفرج يا كابتن ربيع انا ما بشوفش واحد الخارق فيهم. الخارق ما بتشوفوش تاني. نيمار ابعت على طول بره بره ده بره بقى بره البرازيل خالص بره الحكايه خالص. رونالدينهو ببيته مش فاكر الناس دي. الناس دي هي اشخاص. رونالدو هم اشخاص بتاع 6 7 معروفين للعالم كله معروفين في البرازيل للعالم كله. مجموعه كبيره برضه في الكاو بس في دورات اخرى وقد هتيجي تسميهم لي ان هم اقتصادهم مبني على الجزئيه دي. هتيجي تسميهم لي هتلاقينا بنقول 10 15 لعيب على مدار الدنيا اللي احنا اتفرجنا عليه المميزين. انما احنا هنا في مصر ما اعتقد ان الحكايه لرؤوس الاموال والدنيا الشعب بتيجي ضد المدربين والاجهزه الفنيه المتوسطه اللي في ده. ما تطلبش منه اكتر من كده. احنا بنقول عايزين دي نبقى الفرقه يعني كتر خير فرقه المصري دي او انها بتحارب بهذا الشكل والاسماعيلي الحقيقه صح ولا غلط؟ طبعا اتفضل. بس احنا عندنا مبالغه شويه في عدد اللعيبه اللي بتتغير كل سنه. ما في مبالغه شويه يعني الطبيعي ان يبقى في استقرار في التيم. هتبيع لان في فرق بتبني شغلها على انها تبيع مثلا لعيبه مميزين عشان عايز يدعم ميزانيته شويه. كل فرقه ليها هدف. الاهلي مثلا بطولات مع انه لو جات حد فرصه ممكن يودي يبيعه عشان هيجيب رقم ويجيب حد تاني طبعا. ده ليه اسلوب. مثلا الفرق اللي في الوسط في لعيبه عندها ممكن مميزه شويه بتبيع واحد اتنين عشان تدعم. بس واضح ان موضوع تغييرات عدد اللعيبه في معظم الفرق المصريه بقى كتير قوي كتير بال 17 وال 16 وال 15 وال 18 على شخصيه الفريق كتير. طبعا هي ممكن حاجه واحده بس لما الفرقه بتطلع من الدرجه الثانيه احيانا في بعض اللعيبه مش كلهم في بعض اللعيبه مش هيستحملوا كتيم جماعي انه يكمل في الدوري العام. ففي فرق بتضطر مثلا تمشي 10 او 15 واحد عشان تدعم بناس ثانيه. لكن الفرق اللي هي زي اللي بتلعب على البطولات او الفرق اللي هي في الجدول ومستريحه عدد اللعيبه الكتير قوي ده كل سنه بيفك لك الفرقه بيفك لك قوه التيم. صحيح. بس هو كابتن بيتكلم كمان على شخصيه لعيب النادي الاهلي. شخصيه اللعيب اللي بيجي يستقدمه للنادي الاهلي كنت بقول لك كابتن ربيع اللي بيجي يلعب في النادي الاهلي دي شخصيه لعيب يعني لازم يكون فيها مواصفات خاصه. ان هو بيجي يا كابتن زي ما انت قلته على تيم ثابت. ما انت بتقول ان النادي الاهلي ده لازم يبقى فيه قوام ثابت واحنا بندعم اللي بيقدر شاطر يقدر يخش جوه الناس دي. تبقى فاكر يا اسامه انت لما طلعت وجيت ربيع جه عمل بايده كده ايده كده كانت الدنيا يعني راح دايس ورايح خلاص شخصيه راح ربيع ياسين تنفع تلعب في النادي. صحيح. انت لما جيت كنت براين عليك ما فيش حد بيعدي منك ولا حد يعرف ياخد منك كوره. انا لما طلعت من الناشئين كنت انا اخطر حاجه فيكم ان انا كنت بقى قدامي لا انا كان قدامي سقف مش طبيعيه كان لا كان قدامي سقف. انا كان قدامي مصطفى عبده وخطيب وزيزو جمال عبد العظيم وطاهر الشيخ ومختار. انا عشان ابقى موجود هنا دي كان يعني والله يا كابتن ربيع زي ما انت بتقول السما كانت فيها دعوه ان انا ابقى موجود وكل ما انزل اجيب جول وحاجات كده. فاتوفقت وتعلمت منهم شخصيه لاعب النادي الاهلي. بس يا شريف ده موضوع اهلا وشريف يفوق بس ده في الكاراتيه بقى تسمحوا لي نفصل كابتن وارجع اكمل كلامي بقى كابتن ربيع. سؤالنا عن ام بي والاهلي والتشكيل ممكن يكون متوقع للفرقتين. كابتن فاصل وارجع اكمل كلامي في تبعه. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول مباراة له في عهد مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمود الخطيب، وذلك عندما يلتقي ضيفه إنبي عند 8 مساء اليوم السبت باستاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز. إذ يبحث الفريق عن انتصار جديد بعد أن حقق الانتصار في آخر 6 جولات على التوالي.
ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثالث برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب. والفوز الليلة يصعد به للترتيب الثاني بعد المصري البورسعيدي الذي كان الأحمر قد تغلب عليه بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من المسابقة. أما إمبي فيأتي في الترتيب السابع برصيد 15 نقطة. وكانت آخر خمس مباريات بين الفريقين فاز فيهما الأهلي ثلاث مرات وتعادل الفريقان مرتين. أما آخر خسارة للمارد الأحمر أمام الفريق البترولي فتعود إلى الثالث من فبراير عام 2015 بالجولة 19 للدوري حين سقط بهدف. ومن المتوقع أن يلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وذلك بعد أن تألق بشدة في الفترة الماضية واستغل الفرصة التي حصل عليها، وأمامه الثنائي سعد سمير وأيمن أشرف الذي أصبح ورقة مهمة لحسام البدري في هذا المكان نظرا للدور الخططي الذي يؤديه بشكل أكثر من رائع. وفي اليمين يوجد أحمد فتحي، ويسارا يبقى صبر الرحيل الأوفر حظا للبدء في المباراة. وفي خط الوسط على الأرجح سيشارك عمرو السولية إلى جوار حسام عاشور من بداية اللقاء خلف عبدالله السعيد العقل المفكر للفريق. وفي الهجوم سيكون مؤمن زكريا خلف النيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو، حيث سيكون لهذا الثلاثي دور مهم في خلخلة دفاع إنبي الذي تلقى 10 أهداف في هذا الموسم خلال 11 مباراة لعبها في هذا الدوري. مرة تانية يمكن في أولى اتصالاته مع فريق الكرة كابتن محمود الخطيب، طبعا هو اعتذر عن وجوده النهاردة في المباراة نظرا لنزلة برد، بتفاجئوا كابتن محمود ألف سلام عليه. ويمكن هو اتصل بفريق الكرة عن طريق كابتن سالم حفيظ وكابتن حسام البدري وأبلغهم تحياته بالتوفيق ليهم، وأكيد بلغ سلامه طبعا للاعبين كل التوفيق إن شاء الله. وكابتن محمود ألف سلام عليك من نزلة برد. كابتن ربيع خليني أكلمك، تشكيل النادي الاهلي معانا دلوقتي كابتن، يمكن كابتن حسام البدري اختار مجموعه من اللاعبين، ممكن كابتن شريف كان معايا امبارح وتوقع بعض الامور حصلت بالفعل النهارده. خلينا اقول تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي في حراس المرمى، من يمين الشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، صبري رحيل. اما خط الوسط فحسام عاشور واحمد فتحي، امامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد والجنرال اجايو، امامهم في المقدمه وليد أزارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي. اما البدلاء لفريق النادي الاهلي النهارده: احمد ياسر ريان، احمد الشيخ، باكا ومحمد نجيب وعمرو السليه ومؤمن زكريا وشريف اكرامي. ده تشكيل فريق النادي الاهلي كابتن ربيع والبدلاء الخاصين. محمد خليني اقول لك الاول، بالنسبه للنادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في افريقيا مش في مصر بيخطط وينظم ويعمل عمليه تدوير وتجديد وتحلال خلال النواحي الاداريه المتواصله ما بين الاداره والاجهزه الفنيه. خلي بالك دي مهمة جدا، في الوقت المناسب بيجيبوا سام عربي، في الوقت المناسب كابتن شفيع عبد المنعم، في الوقت المناسب ربيع ياسين، فين المراكز اللي انا محتاجها؟ الاعمار. بتلاقي التواصل ما بين مجلس اداره النادي الاهلي عامل لجنه كوره عشان تختار، خد بالك تجديد، لان الاهلي بيلعب على البطوله، بيلعب على البطولات، بيلعب على المركز الاول، بيلعب على المكسب على طول، بيبقى ماشي في الدوري والكاس وافريقيا واخد بالك والسوبر وكل حاجه. فدي نقطة مهمة جدا، النادي الوحيد اللي يملك النظام فيه، عشان كده الاهلي طول عمره واقف صح. ما بيغرقش بال 18 و20، لا، في الوقت المناسب في المركز المناسب وفي الميعاد المناسب. هي دي كلها امور ماشيه بطريقه علميه واسس النادي الاهلي من ساعه 1907 لحد 2017. فدي حاجات مهمه جدا من الناس ما تغفلش عنها، الناس بتتعب في التخطيط، في التنظيم، في الاختيارات، خد بالك في المراكز، في التحديث.
عشان اكسب البطولات. بالنسبه للتشكيله محمد، انا من وجهه نظري ان فرص كبيره ما شاء الله ربنا بيهيئها وبيخلقنا وجدانا عشان حسام يبدع ويبتكر وينظم الامور ويعمل عمليه تدوير رائعه يعمل بها اداء مقنع فني على اعلى مستوى ونتيجه كويسه ان شاء الله تعالى. الامور ماشيه تمام التمام، الضغوط الحمد لله. الفريق المنافس الوحيد اللي بينافس النادي الاهلي ونادي الزمالك بعيد كل البعد عن من وجهه نظري انا البطوله، بعيد كل البعد عن النتائج، بعيد كل البعد عن فنيات ممكن يعني تقلقنا. فالطبيعي جدا محمد هاني بالتبادل مع احمد فتحي هو مثبت الشناوي، وانا برضو وجهه نظر بالنسبه لشريف اكرامي يا محمد والشناوي لازم شريف ياخد برضو مع الشناوي. شريف الشناوي ماشي رائع وماشي هايل، بس احنا من وجهه نظري شريف تعب مع المنتخب الفتره اللي فاتت في كاس عالم جاي بامر الله تعالى، لازم ياخد بالتبادل. احمد عادل برضه كابتن ياخد، ما انا قلت ياخد رائع. احمد عادل ايضا، احمد عادل واخد بالك، الثلاثه رائعين، بس شريف عشان كاس العالم لان هو تعب ولازم يبقى موجود. والشناوي ماشي رائع، الثلاثه رائعين بصراحه. احمد عادل لعيب كويس وحارس كويس ومجتهد جدا وحاجه جميله جدا. فالطبيعي جدا انا مثبت الشناوي، محمد هاني الاضافه خد بالك مع سعد سمير وايمن اشرف وصبر الرحيل، حسام عاشور احمد فتحي. هو ودى احمد فتحي عشان احمد محمد هاني في الباك رايت ديفندر واحمد فتحي جوكر، مفيش مشاكل. انا من وجهه نظري ان في لعيبه كتيره جدا ممكن يبدع في اختيارات، يبدع في تجديد مراكز، في استحداث مراكز جديده انا ابتكر بيها وادور بيها ولاعب الناس البعيده، لان كل لعيب موجود في النادي الاهلي من وجهه نظري جاهز بنسبه 100% حتى لو ما لعبش يا محمد واخد بالك. يبقى ادي الاثنين اللي في وسط الملعب، وليد سليمان بالتبادل مع مؤمن زكريا، مفيش مؤمن يبقى موجود، وليد مفيش مشكله خالص. بينما التثبيت في عبد الله السعيد، التثبيت في جونيور اجاي ووليد ازار، هو ده تقريبا اعتقد ان كنا متوقعينه. هو دايما بيشتغل في واحد او اثنين بالكثير حسب بيدور وبيحدث وبيريح خد بالك، ولكن الحمد لله ان الاهلي بمن حضر، الاهلي قوه كبيره جدا، عندنا اعداد كبير جدا من وفره اللعيبه اللي يقدر بامر الله تعالى الكابتن حسام يدفع بها في اي وقت ويكسب بها المباراه ان شاء الله. يمكن احمد فتحي كابتن اسامه دائما كابتن حسام بيستعين بيه في بعض الفترات في وسط الملعب نتيجه مثلا غياب حسام عاشور للاصابه او ايا كان ايه المشكله في وسط الملعب، ولكن النهارده موجود عمرو سليه بقاله فتره بيلعب في خط الوسط. النهارده كابتن حسام بيفضل وجود احمد فتحي في وسط الملعب ومحمد هاني مكان الباك رايت او مكان احمد فتحي في التوقيت ده، وخروج عمرو سليم من التشكيل الاساسي ووجوده كدكه بدلاء. يعني ممكن الفكره كان عند كابتن حسام النهارده بخصوص هذا الشان يا كابتن؟ اعتقد سياسه التدوير، ما اعتقدش انه سبب اساسي، انه لان عمرو سليم ماشي بشكل كويس الماتشات اللي فاتت، من اللعيبه اللي بتادي بشكل كويس يعني سواء المستوى البدني او الفني او كده مستواه ارتقى، وشفنا طبعا جونه الجميل في ماتش الاسماعيلي وادى برده في مباراه اللي بعد كده كويس. فهو ممكن زي ما قلت لك احيانا المدير الفني سياسه التدوير بتحصل لاسباب كثيره، منها ضغط المباريات، منها اهميه المباريات، منها احيانا تبقى غصب عنك اصابات او كده. عدم وجود منافس حقيقي قوي، يعني مش واضح في الجدول حد بينافسك بشراسه، كان هيخليك حريص قوي 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 انك ما تغيرش بسهوله تغييراتك، كنت هتبقى حريص زياده عن اللزوم. لكن الراحه دي مديه قوه للكابتن حسام انه ممكن يغير في التشكيله شويه، انه ممكن ما يبقاش زي تفكير المدربين، وكلنا يعني في المجال وعارفين لما بتكون المنافسات شديده شويه بتبقى دقيق قوي انك تغير مثلا واحد من التشكيل او ما تغيرش تفضل بثبات شويه، فدي مدياله قوه. فاحمد فتحي اولا من اللعيبه. استاذنا كابتن بس نروح سريعا لزميلنا كريم احمد من ملعب استاد القاهره، اكيد ملعب المباراه، اكيد كل التفاصيل الخاصه بالملعب وتفاصيل خاصه ايضا بفريقنا من خلال كريم احمد. اتفضل كريم. ليك يا كابتن فاروق، كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي وانبي طبعا في استاد القاهره في الدور ال 12 من بطوله الدوري العام. اكلمك سريعا على تشكيل طبعا كلا الفريقين، نبدا بيه النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، صابر رحيل، في المنتصف حسام عاشور واحمد فتحي، على الاطراف عبد الله السعيد وليد سليمان، وفي الهجوم جونيور اجاي وليد ازارو، في دكه البدلاء الخاصه بالنادي الاهلي شريف اكرامي، مؤمن زكريا،
عمرو السلية، محمد نجيب، بكماني، احمد الشيخ، واحمد ياسر ريان. على الجانب الاخر لو بنتكلم طبعا على تشكيل لفريق انبي في حراسة المرمى، علي لطفي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد يوسف، رامي صبري، صلاح سليمان، حمدي فتحي، في المنتصف محمد مجدي ومحمد بسيوني، على الاطراف شيباني تراوري، ابو بكر ديارة، وعلي فوزي، وفي الهجوم صلاح محسن. دكة البدلاء الخاصة بفريق انبي: عماد السيد، محمود توبة، عرف السيد، ابراهيم يحيى، عمرو الحلواني، سمير فكري، ومحمود قعود. بيخرج طبعا من قائمه فريق النادي الاهلي سواء للمستوى الفني عدم الجاهزيه البدنيه لكلا اللاعبين، ايضا كمان الاصابات عماد متعب واحمد حمودي وميدو جابر وعمرو بركات وصالح جمعه وعبد الله الشامي وكريم ندفد ورامي ربيعه وعلي معلول ومروان محسن. لكن طبعا كل اللعيبه المتواجده في القائمه لعيبه جاهزه فنيا اكيد، وبتمنى لهم كل التوفيق النهارده. لو برجع كمان للتدريب الاخير وقبل الاخير لفريق النادي الاهلي، التدريب الاخير كان على ملعب استاد التتش طبعا كالمعتاد، لكن التدريب قبل الاخير كان على استاد القاهره نظرا طبعا للجمعيه العموميه الخاصه طبعا بانتخابات رئاسه النادي الاهلي، اللي اكيد كان يوم حافل ورائع جدا في تاريخ النادي الاهلي. جمعيه عموميه اعطت كلمتها طبعا للجميع، كان يوم رائع وحافل، واكيد من خلال قناه الاهلي بيتمنى كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاسطوره طبعا الكابتن بيبو، كل التوفيق طبعا للمجلس خلال الفتره القادمه. في هذه اللحظات يمكن بيجري احمد الشناوي طبعا وشريف اكرامي حاله الاحماء طبعا الخاصه بحراس المرمى، لكن لم ينزل حتى هذه اللحظه لعبوا فريق النادي الاهلي. المباراه ان شاء الله بتمناها جيده. كابتن ايهاب جلال على المستوى الفني طبعا مدرب على اعلى مستوى، اكيد النهارده هتكون المباراه رائعه خارج وداخل الخطوط نظرا طبعا للكابتن حسام البدري صاحب الخلق الرفيع والبصمه الكبيره على النادي الاهلي، والكابتن ايهاب جلال بالمباراه الرائعه التي كان يتولى فيها مصر المقص. كل التوفيق يا كابتن فاروق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وعوده ليكم لو في استفسار اتفضل يا كابتن فاروق. شكرك كريم، متواجدين معاك ومتواصلين معاك، اي اخبار جديده متواجده في ملعب المباراه هنكون معاك باستمرار. انتهت مباراة الرجاء والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1 في الأسبوع الـ 12 بالنسبة لهذا الموسم. كابتن شريف يمكن أو كابتن أسامة، معلش أنا كنت في حضرتك بتكمل كلامك على التشكيلة ورأيك حضرتك في التشكيلة. فأحمد فتحي زي ما قلت لك ما أعتقدش إنه أساسا سبب فني، يعني مش السلية رايح عشان سبب فني للمباراة، هي مباريات بتتلعب كل 3-4 أيام مضغوطة شوية، عندك بدلاء زي الاساسيين، مفيش حد ضغطك في الدوري، كل الامور بدياك راحه انك تبدل بعض الاشياء. في لعيبه بيبقى عندهم مرونه في الـ في الـ في الـ في الملعب وبتقدر تستعين بيهم في اكتر من مكان، منهم احمد فتحي. فاحمد فتحي لما بيلعب جنب حسام عاشور شفنا ماتشات كتيره جدا، او بيلعب جنب عمرو السليه بيأدي في وسط الملعب بكفاءة عالية جدا. وانت حتى لما تسأل احمد فتحي على المستوى الشخصي انت بتحب تفضل مركز ايه، هو بيقول انا بحب العب ديفندر، رغم ان هو انا شايف انه افضل مركز ليه هو الظهير الايمن، لانه افضل ظهير ايمن في مصر حاليا، وفي يعني بيقدم مستويات رائعة. لكن هو نفسه احمد فتحي يقول لك انا نفسي العب على طول ديفندر، فهو بيلعبها براحة، مش زي ساعات بتجيب لعيب وتوديه في مكان هو زهقان، لا ده هو بيحب. انا عارف كيف. فالموضوع احمد فتحي بيأدي بشكل كويس في المكان ده، فما فيهاش تغييره، ما فيهاش حاجه يعني انه احمد فتحي يلعب جنب حسام عاشور. ثانيا محمد هاني شفناه في المباريات اللي غاب فيها احمد فتحي او كان حصل اي مشكله ادى بشكل كويس، ومنها مباريات النهائي في رغم انه كان ماتش صعب جدا ماتش الوداد في وادى بشكل كويس، فقعد بقاله ماتشين ثلاثه. فاكيد الكابتن حسام برضه شايف ان هو الراجل بيأدي بشكل كويس، فمش عايز يبعده قوي، فرجع محمد هاني بكرايت ودخل احمد فتحي في وسط الملعب وريح السليه على اساس السليه لاعب الماتشات كثيره الفتره اللي فاتت. ونفس الشيء مع وليد ومؤمن، احنا قلنا الرباعي الامامي غالبا بيبقى وليد ازارو وعبد الله السعيد وجونيور اجاييه ومؤمن او وليد، يعني واحد فيهم، او اجاييه ساعات بيقعد ويلعب عبد الله ووليد ومؤمن ويلعب ازارو قدام. فبرضو اعتقد انه وليد جاب جون الماتش اللي فات وادى بشكل كويس، ومؤمن كان بيأدي بشكل كويس، فهو ادى راحه شويه لمؤمن على اساس في ماتشات جايه وممكن كمان يستعين بيهم في الشوط الثاني. فالتشكيل ما فيهوش حاجه يعني مميز، واللعيبه اللي هي الباقيه اللي هي صبري رحيل وايمن اشرف وسعد سمير لاعبين اخر ماتشين، والخط الظهر ماشي بشكل كويس ايضا محمد الشناوي،
فالموضوع يعني ماشي بشكل كويس يعني. كابتن شريف كان ليك وجهه نظر في تشكيله النهارده، يمكن انت امبارح توقعت وجود وليد سليمان. وليد سليمان يعني ده واحد من الناس اللي كانوا موجودين، ويمكن توقعت برضو ان يدي احمد فتحي برضو كابتن لو حسام عاشور كان في مشكله، لكن احنا النهارده لقينا حسام عاشور طلعت في اللي جنبه، طلعت في عمرو السلايه، لقينا حسام عاشور موجود بجانب احمد فتحي. يعني انت توقعت الجزئين دول يا كابتن يعني، ولكن كانوا ليك وجهه نظر في التشكيل بشكل عام وحتى في البدلاء. هو احنا على طريق يعني على الهيستوري او التاريخ بتاع الفرقه من مجمل الايام اللي فاتت كلها، من بطوله افريقيا للدوري العام، احنا كنا بنشوف رامي ربيعه، كابتن ربيعه كابتن اسامه موجود في الفرقه، فكان كابتن رامي ربيعه بيغنينا دايما عن ان يبقى عندي بديل زي احمد فتحي جوه الفرقه. يعني احمد فتحي لما بيبقى باك رايت فابتدت هنا حته الجوكر اللي احنا بنتكلم عنه، ان لو حصل اي حاجه في الملعب بنقدر ناخد واحد من تحت ندخله على الطرف وندخل احمد فتحي جوه، او العكس اقدر وهو النهارده موجود في نص الملعب اخده من نص الملعب اجيبه على الطرف واخرج حد من الطرف وانزل تدعيم لو بيحصل مشاكل او اي حاجه للفراوده او نص الملعب اللي هي تحت الفراوده. كل ده كويس قوي، انما سوليه ما بيلعبش ليه النهارده؟ دي هي دي الحكايه اللي انا بالنسبه لي، هل في اصابه هو مش قادر عايز يريحه عشان كانش قاعد احتياطي؟ ما انا بفكر في كده برضو ان هو مش موجود بس. يعني في ايه سبب ان هو غير سوليه وهو في قمه الوجود في وسط الملعب وخلاص بقى؟ انا اللي كنت شايفه امبارح يا ربيع ان حسام عاشور اللي بيشتكي لحسام البدري من العضله في الفخذ كده، بيقول له يمكن يكون في حاجه كده، قلنا بس التوقع ده. انما اداء وليد سليمان ودخوله جوه المباراه واحراز هدف زي ده، حسام بيحب يدي دايما اللعيب الثقه تاني ويدخله جوه الفورمه تاني لانه هيحتاجه زي ما قلنا كل ماتش كل ثلاث ايام ماتش. ده كان طبيعي ان انا افكر ان هو يبقى موجود على حساب ان مؤمن زكريا يلعب بيقدر على الفترات بيبقى قوي جدا. انت عارف انا توقعت يا كابتن ان هو يشارك باك النهارده برضه من البدايه. يمكن يديله برضه. لا كلاعب اساسي، لانه حتى لما لعب في المباراه الداخليه بشكل اساسي كانت الامور ماشيه معاه بشكل كويس، ولكن فضل ان هو بقى يقعده مثلا في المباراه الثانيه واستفاد بيه. الظروف دايما بتخلي المدربين الفنيين بيحططوا في حاجات معينه، يعني هو ادى الباك يا كابتن ربيع ماتش كامل. وكان ممكن باكا يسجل فيه ويثبت نفسه ويروح، انما عنده ناس كمان بتشتغل، وليد سليمان بيشتغل قوي جدا ونزل اول لمسه بيجيب جول، فبيحطه في مأزق ان هو يكمل له بقى الدنيا ويكمل له الشكل، انه لعيب كبير قوي. باكا لسه صغير ولسه لو دخل خد هاف تايم او خد 40 دقيقه او ممكن يتواصل ان هو يرجع تاني يبقى جوه التشكيله. المسميات كويسه قوي، انما الملعب دايما والتمرينات اللي بتحصل واحنا ابعد عن الناس ما بنشوفهمش في التمرينات، ممكن يكون باكا برضو في حاجه في مشكله في الفيتكال فيتنس بتاعه ناقص شويه، دخوله جوه الفرقه. بص يا كابتن الافارقه دول الصراحه الفيزيك الافارقه بس بيبقى في ظروف، ممكن تلاقي ماتش الرجاء اللي جاي اساسي يعني. ده يقدر بقى يتصيط بقى ويروح ويعمل، ولكن الرجاء النهارده بتاعت مع الزمالك كمان يخد يعني شبع بعد جوع. فاللي انا عايز اقوله لك ان احمد فتحي مدي حريه للاجهزه الفنيه انهم يعملوا اي حاجه ويفكروا في اي حاجه. يعني بدون ما اقطع كلامك يا كابتن، ما شاء الله احنا عندنا لما نيجي نعد عدد اللاعبين اللي ممكن يلعبوا في كذا مركز، عندك احمد فتحي، عندك رامي انت قلت عليه يا كابتن، عندك كريم ندوي ده راجع قريب يعني، وايضا برضو من اللعيبه اللي يقدر يشاور، عندك ايمن اشرف النهارده بيحل لك هشام محمد كمان عنده اصابه اتعمل، يعني ما شاء الله كابتن حسام ما شاء الله عنده مجموعه من اللعيبه. دي التدويره اللي بيقول عليها اسامه وربيع، التدويره اللي بتحصل دي بسبب الاصابات. الدخول والخروج بسبب الاصابات، مش فكر ولا اي حاجه ثانيه الحقيقه. انا شايف اكيد في سبب يا كابتن ربيع ان السوليه بعد هذا الاداء ان انا الاقيه النهارده ممكن يشتغل. انا مش محتاج السوليه بيني وبينك زي ما انت قلت، ان هو لا يلعب بيبتدي في لعيبه انا ما اعرفهاش انها تبقى قاعده بره وتنزل تظبط، لان ما بيلعبش ماتش كبير قوي عشان ابقى محتاجه يعدل لي او يقفل لي او يعمل اي حاجه، انا هكسب لي 3 4. انا لو عايز اعمل زي ما انت قلت يدي اللعيبه اللي هنا ما بتلعبش، يعني النهارده بعد ما اكسب ان شاء الله جون واثنين اشوف لعيبه بقى زي ما انت قلت، نشنت على باقه احمد ياسر ريان، اشوف في لعيبه انا عايز ادخلها وعايز ادورها. دي التدويره يا كابتن اللي ممكن تحصل. لا انا مش شايف ان سوليه ادام انت شايف احمد فتحي في نص الملعب النهارده مش شايفه خالص، كان المفروض يبقى في الفرقه يعني. بتريحه وكل حاجه ادام انت عندك في الفكر ده، مش محتاجين بقى غير الناس اللي هي ما بتلعبش فعلا. محمد نجيب النهارده ما هو احتياطي قوي وراجع من اصابه، والراجل اداني الفتره اللي فاتت حاجه جميله جدا، فده برضه سبورتنج ليا
وبقدر ايمن اشرف ده ما هو مديني شكل يا ربيع البرنتات ونص ملعب ومكملوا ناحيه الليفت ومن النص وعامل تيمبو يعني عامل ايقاع لنفسه وايقاع للفرقه اقدر برضو ده ممكن يبقى سبورتنج لنص الملعب عندي لو حصل اي حاجه ما هو في ناس ممكن تاخدها من نص الملعب كابتن محمد يوسف كابتن أيوة. في حته لما كان ديفندر وكده وبيشتغل على حريه اكتر كمان يعني هو على حريه اكتر يعني بيخش جوه في جنب سعد سمير وجنب نجيب ويطلع لبره وبعدين عنده حماس ان هو بقى موجود عند 18 الناحيه الثانيه صحيح لما بتوقع النتيجه مساعداه وبيعرف ينقل الكره على الاطراف ويطلع الناس ويطلع وراهم صحيح. اندمج بسرعه صحيح. دي شخصيه اللاعب النادي الاهلي انا بقول لك احب انها تبقى موجوده ويساعد كمان كابتن حسام كابتن ربيع التدويره دي او وجود اللاعبين دي ان هم اي لعيب بيبقى متواجد في اي وقت بيأدي بالدور وده قوي برضو اكيد فكره كابتن حسام في حته ان هو محمد هاني لعب قبل كده تعامل بشكل جيد في المباريات اي صبري رحيل ايضا كابتن واحد من اللعيبه برده المميزه كل اللاعبين اللي بيختارهم كابتن حسام البدري عشان يعمل عمليه التدوير كلهم يعني مخلينه واثق في ادائهم هيبقى بشكل مميز في كل مباراه ممكن يشاركوا فيها كابتن كمان فرق الدوري المحترم احنا قلنا انت دلوقتي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان المنافسين يا محمد مش كتير السنه دي المنافس عندك هو الاسماعيلي المنافس والاسماعيلي لما قابلناه مع احترام الشديد القدرات اللي عنده مش هتقدر تواجه قدرات النادي الاهلي قدراته مع احترامي للاداره والجمهور والفرق قدرات النادي الاهلي هو الاحسن هو الافضل هو الخبرات هو اللي يملك الفنيات اللي تقدر بامر الله تعالى تعمل له توازن غير عادي يكسب بيه اي حد احنا ما عندناش فريق منافسين يا كابتن شريف النهارده في الدوري مع احترامي الشديد الدوري كله عشان موجود المصري قابلت المصري اللي عنده 19 نقطه او قابلت الاسماعيلي خد بالك فخلينا واقعيين ادي حاجه الحاجه الثانيه الابداع محمد لازم يكون موجود في تيم النادي الاهلي الناس تعود على الابداع والتالق طب انت كابتن في المباريات السابقه واحنا بنتكلم على الابداع انا اعتقد ان الاهلي كتاب مفتوح ما يرجح كفه النادي الاهلي هو ابداع اللاعبين وابداع الفكر داخل الملعب ولا انا غلطان ماشي ما انت لازم تدي فرصه للعيبه يعني انت بتتكلموا النهارده على التغيير التغيير مش لازم يبقى اصابه الطبيعي جدا ان انا السوليه ده هحتاجه ما طبيعي لازم اخد غيره يعني ولازم اجرب ولازم يعني هل بيبقى في كل لاعب في وجبات معينه مثلا في فكري في المباراه دي يا كابتن عشان كده بختاره لا انت بص في حاجات عندك مهمه جدا عندك ظروف مباراه وعندك متغيرات وعندك سيناريوهات انا بعملها سيناريو تمام متغير انبي غير الرجاء واخد بالك غير الزمالك غير الاسماعيلي غير 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 في متغيرات ونعم متغيرات دي ممكن واحد او اثنين واخد بالك وحتى لو ثلاثه الابداع لازم يبقى موجود في حاجات كتيره جدا وانت مش هتقدر تركز على 11 بنظام الدوري بالعكس ده انت نظام الدوري مساعدك النتائج من فضل الله مساعدك جامد جدا طبعًا. مع فرق المنافس الفرق اللي معاك مساعدك الغريم التقليدي والفرق اللي معاك طبعا هو الوحيد اللي هينافس معاك وقلنا الاسماعيلي عشان الاسماعيلي بدايه بمدرب جديد بروح جديده باداره جديده بيه حاجات كتيره جدا لكن احنا لو اتكلمنا على ارض الواقع يا محمد ان ترشح الاهلي بقوه ان شاء الله وبتوفيقه ان هو بطل الدوري وقلنا من سنوات احنا من السنه اللي فاتت ومن سنوات مع احترامنا الشديد مش تقصير ولا غرور بل بالعكس ان بتتصرف ملايين الجنيهات عشان اشتري لعيب عشان اخطط عشان انظف في جهد في اخلاص في طموح في التزام في تركيز في عقليه يعني عقليه غير عاديه بتبتدي انها تنظم الامور يمشي اداره تيجي اداره هي العقليه واحده في الكيان صحيح. بالنسبه للتخطيط والنظام عشان كده بقول لك يا محمد الابداع هيجي هيجي مع التغيير هيجي مع الراحات هيجي واخد بالك لان اي لعيب هتحطه النهارده ما شاء الله اللعيبه كلها جاهزه طيب انت لما معلول غاب بقى الابداع جه مع صبري تالق معلول وحسين السيد ورا بعض كابتن غاب وحسين السيد سجل واخد بالك وصبري رايحين تحسه انه بعيد هو ده الابداع ومحمد هاني لما بيخش في اي وقت لما دخل ايمن اشرف مكان رامي ربيعه واخد بالك لما نجيب وقعد لما احمد ولما رامي ربيعه دخل مكان حسام عاشور في بطوله افريقيا يا كابتن طيب لو انت النهارده دخلت متعب لو ازارو اجاير ريحته خد بالك عبد الله سعيد كان فتره كبيره بعيد جدا ما حلو الاله دي فاروق بيقول ورامي ربيعه جه وراح على منتخب مصر في الحته دي يا كابتن ربيعه ماتشين وطك على منتخب مصر انا اقول لي اساسي قول لي مين دخل في تيم النادي الاهلي وما ابدعش وطلق هو بعيد صالح جمعه مش كان بعيد فتره من الفترات اهو النهارده هيرجع تاني كمان لما دخل واخد بالك انت عبد الله السعيد البلاي ميكر بتاعك واللعيب خلي بالك اللي هو في تلتم يفرق مع منتخب مصر قعد فتره كبيره جدا بعيد انت الحمد لله دخلت صالح ابدع دخلت جاي ابدع والامور مشيت الحمد لله وصلت نهائي افريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى يتحسب كله ده ليهم والله كلهم للعيبه والاجهزه وكل طب ما ده اللي بنتكلم فيها مفيش خوف قصدي انت لازم تبدع
ولازم تقدم عروض ولازم ادائك يبقى ملفت ولازم الناس تقول اه ولازم الناس تسأل. هو ده احنا الاهلي هو ده النادي الاهلي خد بالك. فالقصد ان الحمد لله كل الظروف مهيئه من فضل الله علينا ان الجهاز مع اللعيبه تبدع وتتالق والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في النتيجه يا كابتن شريف. لكن الابداع والتالق يا محمد بيجي بالخبرات بيجي بالثقه وانت عندك الثقه الحمد لله بيجي بالترابط بيجي بالحب بيجي بالفنيات. انت تملك قدرات خاصه من فضل الله تقدر تكسب بيها اي حد في اي وقت. صحيح. فهو ده اللي اقصده. هو ما يميز النادي الاهلي في الفترات السابقه هو السلاسه في اللعب او يمكن زي ما بقول ترابط موجود. لا بين دي مهمه الحب والترابط ده اساس الدكه كله يعني ورا سواء ثلاث خطوط بما فيهم حراسه المرمى صعب كل حاجه. صحيح يا كابتن. يعني غير الحب الحب والترابط اللي هو على الدكه من تحت من هناك يبقى قلبي على اللي جوه وبدعي له وكان لغايه لما انا اخش انا كمان ابقى زيه ان شاء الله وابقى بشارك وبشارك في النصر والانتصارات. هي دي الروح يعني. بعد اذنك برضو معلش بنقول يا اسامه بنقول حب ماشي على جنب ترابط على جنب. انت تملك اهم حاجه في كره القدم الفنيات. صح. فنيات يعني ايه؟ يعني جانب بدني الحمد لله انت بتكسر الفرقه في الدقيقه 96 97 جانب مهاري على مستوى قدرات خاصه في تمرير واخد بالك في تحرك جانب خططي حسام ما شاء الله بيتالق ويبدع في الطريقه هجوميا ودفاعيا صفات اراديه دي من 1907 لحد يوم القيامه موجوده في تيم النادي الاهلي واداره صح ولا يا كابتن شريف؟ طبعا تربينا على كده وتعودنا على كده. انا معاك الواحد بس سعيد فعلا والله الثلاث مباريات اللي فاتت كابتن وانت بتتفرج وتشوف في الثلاث مباريات هدفين في كل مباراه السلاسه والسهوله في احراز الاهداف نتيجه تعاون ما بين اللاعبين يا كابتن اسامه. هو ده الاهم في الملعب ان انت اللعيبه متعاونه وحته ان انت تشوف كوره زي جول هدف وليد ازارو مثلا في المباراه اللي فاتت اول جول وتلاقيه بالسهوله. هو مش سهل ولكن انت سهلت من خلال ادائك الفني انك تجيب او تحرز هدف كابتن اسامه. عشان انت بقالك سنتين او ثلاثه الشكل الامامي ما بيتغيرش قوي. في لعيبه كتير رابطه مع بعض كويس لعيبه كوره يعني عبد الله سعيد ومؤمن واجاييه ووليد وحتى اللي بينزلوا زي حمودي او الشيخ او كده في ربط فاهمين بعض في اللي هي الايه الحاجات الجمل مثلا ال1 2 وبعدين ال1 3 دي واحد يلعب لواحد بعدين الثاني يتحرك يحط له في ربط حتى بكى في الجول ده كابتن كان موجود. أيوة. مع انه لسه جاي فالربط موجود دخل بسرعه. ما هو ده برضو من الاختيارات تبقى كويسه. ما هو احنا بنقول على اجاييه مثلا لعيب كويس ليه؟ لانه غير انه بيجيب اجوان رابط قوي مع عبد الله ومؤمن ووليد في اللعب الجماعي. يعني النادي الاهلي بمستو اللعب الجماعي في والربط بين اللعيبه في التلت الاخير واضحه جدا حتى في نص الملعب طبعا. بس انا بنتكلم على الجزء الاخير اللي هو انت بتقول سهوله الاهداف اللي بتتحط. فخلاص بقت في فكر ان انا رايح عبد الله سعيد بيسقط لي لتحت ان جاي من بعيد وليد ازارو في ديناميكيه كويسه يعني. فطبعا ما فيش شك النادي الاهلي له التفوق والغلبه على كل الفرق الدوري المصري بوضوح يعني. واعتقد النهارده مباراه رغم هتبقى قويه لكن اتصور النادي الاهلي يعني هيحسمها لصالحه. طيب قبل ما نروح لكابتن شريف واتكلم في جزئيه الفريق الثاني او فريق خصم النهارده هقول التشكيله كابتن ونشوف ممكن النهارده يتعامل ازاي مع النادي الاهلي. اكيد كل فريق كابتن شريف كابتن اسامه قدام النادي الاهلي بيختلف اداؤه لكن البدلاء النهارده كابتن اسامه بالنسبه لفريقنا فكره وجود بعض اللاعبين زي احمد ياسر ريان احمد الشيخ طبعا في انتظار ان هو يعود ونشوف احمد الشيخ يعني السنه اللي فاتت كان هداف الدوري المصري ايضا عوده محمد نجيب وجود عمرو السوليه كورقه بديله قويه في وسط الملعب مؤمن زكريا ايضا شريف اكرامي بيعود لحراسه المرمى كبديل النهارده يعني طبعا وجود باكا طبعا يعني. دكه طبعا قويه جدا وزي ما قلنا فيهم ناس كانت باديه المباريات اللي فاتت وقعدت يعني عمرو السوليه ومؤمن دخل مكانهم وليد سليمان ومحمد هاني واحمد فتحي لعب في وسط الملعب. محمد نجيب رجع الماتش اللي فات وكان قاعد. باكا خد فتره في مباراه ثم مباراه من بدايتها وادى اداء مش هنقول ممتاز لسه ولكن معقول وجيد. كان موجود الماتش اللي فات احتياطي ما نزلش اعتقد ممكن النهارده يبقى ليه فرصه. احمد الشيخ خد الماتش اللي فات في الاخر طبعا لعيب مميز وكان هداف الدوري السنه اللي فاتت. اخيرا طبعا رجع احمد ياسر ريان دي التبديله اللي هي بينه وبين متعب لان متعب لعب الماتش الاخير حوالي 3 4 نزل في الدقيقه 88 فاحمد ياسر ريان من اللعيبه الواعدين. متعب طبعا نجم كبير ومش خلاص يعني تاريخه اتكتب ومش هنتكلم عليه مش موجود داخل مكانه احمد ياسر ريان. هو ده التغييره تقريبا
الجديده. هل بقى كابتن حسام هيستعين بيه او لا؟ اعتقد حسب سير اللقاء يعني بقى عنده تبديل حتى في الجزء الامامي يعني ساعات لو حتى طلع ازارو بيودي اجي ساعات راس حربه وعملها في اكتر من مباراه وبيلعب مثلا واحد في نص الملعب زي مؤمن. ممكن هل بقى مثلا لو احنا متعادلين هينزل احمد ياسر ريان؟ هل احنا خسرانين هينزل احمد ياسر ريان؟ فدي برضو التوقيت ده ما اقدرش احكمه انا. انا لو انا بمرن فرقه بقى عندي حاكم الموضوع ده. لكن بالنسبه للكابتن حسام ايه تقييمه لاحمد ياسر؟ هل هديله بس والماتش مفتوح شويه يعني احنا كسبانينه ولا هل اديله زي قبل كده؟ ممكن يكون الماتش الاهلي مغلوب مثلا 1-0 او مغلوب يعني وينزله عشان هو اللي يكسب. فكل ده هيبان لكن الاحتياطي طبعا مميز ومترتب على كل الخطوط الملعب يعني. وممكن طبعا شريف عودته عاديه ناحيه الشمال بس اللي ممكن كابتن وشريف انا مع ربيع انه لازم مع الوقت وعندك مشكله في الناحيه الشمال دي احمد شناوي ماشي طبعا الشمال يا كابتن الشمال اصله هو انا هقول لك عشان بس عندك اصابتين طبعا ما هو معلول وحسين كانوا ماشيين بشكل كويس قوي بس هي دي ملاحظينها من الماتشات اللي فاتت عشان ثلاثه عنده كذا اختيار يعني ممكن جدا ايمن اشرف يروح لاعب باك ليفت ويخش نجيب ممكن جدا لو هو حاسس نجيب مش جاهز قوي بس طالما على الاحتياطي ده ممكن جدا احمد فتحي يلعب وينزل عمرو السليم احمد فتحي لعب ماتشات دوليه في الشمال في الحته دي صحيح فيعني الحلول هتبقى موجوده يعني. كابتن شريف عندك اي ملاحظه على وليد سليمان كمان احيانا بيساعد في هو جاي بينزل حتى على الاطراف لتحت بالنسبه للبدلاء كابتن عندك اي ملاحظه ممكن لا بنتمنى ان الناس اللي ما بتلعبش دي يكون ليها وجود باذن الله بعد نتيجه طيبه عشان يبقى عندهم نفس ويقدروا ينزلوا الملعب يثبتوا قدراتهم شكلها ايه. طيب نقول تشكيل بس فريق نادي انبي عشان لو نقدر نتكلم على فريق انبي طبعا اكيد النهارده بنقول الشكل هيبقى مختلف اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيبقى شكله مختلف. يمكن علي لطفي في حراس المرمى من اليمين الشمال احمد يوسف ورامي صبري وصلاح سليمان واحمد وحمدي فتحي في خط الوسط محمد مجدي ومحمد بسيوني امامهم ابو بكر ديارة وشيبان تراوري وعلي فوزي وامامهم صلاح محسن كراس حرب. يمكن ده تشكيل فريق امبي كابتن بدلاء بالنسبه لهم عماد السيد محمود توبه وعرف السيد وابراهيم يحيى وعمر الحلواني وسمير فكري ومحمود خوض. ايضا اسامي موجوده في فريق امبي مميزه ممكن بعض الاخفاقات اللي كانت موجوده بس في البدايه كابتن لكن هم فريق مميز وبيعرفوا يلعبوا الفرق الكبيره هي دي ميزتهم دايما كابتن شريف. هو شكلهم بيبقى عندهم انتشار جيد جدا في الملعب يعني بيلعبوا 4-2-1-2-1 دي او 4-2-1-3-1 دي بتبقى برضو عاملين حساب الفرق الكبيره اللي بيلعبوها يعني عايزين يوقفوا الاطراف من ناحيه اليمين شايفين الاهلي دايما بيهجم من الاطراف يمين وشمال فبيحطوا دايما محمد مجدي ومحمد بشوني دول برضو ناس بيعرفوا يتعاملوا انهم ينقلوا حركه من الديفندر اللي هو جاي عايز يشوف اي حد لغايه ان هو يطلع برضه بيطلعوا عن طريق الاطراف هم كمان عندهم لغه في الكوره ثقه في نفسهم يعني مش فرقه بتلعب بس توقيت الكوره ازاي في الكونتر اتاك هم اللي بيروحوا بيها لا برضه بنقول على فرقه انبي يعني في فكر يعني في جهاز فني محترم بره بيقرا الفرقه اللي قدامه كويس قوي عنده بدائل زي نادي الاهلي ما عندها بدائل عرف السيد وابراهيم يحيى والحلواني وتوبه ساعات بيبقوا من الاساسيات اللي موجودين جوه الملعب حسب التشكيل وحسب الحاله بتاعتهم بيقدر الجهاز الفني ان هو يدخلهم ويخرجهم ودول مؤثرين جدا في المباريات لما بيكسب بتلاقي فيه محمود توبه والحلواني لما بيكون عايز دعم وكده بتلاقي فيه عرف السيد بيلعب دايما ومن الاساسيات برضو بتاعهم عرف السيد من الهدافين بتوعه ف هقول ايه على انبي غير انه اتاخر السنه دي في المباريات اللي احنا دايما ايه تخوفني يعني دايما اقول ايه انبي ده هو المصري انبي هو الاسماعيلي يا كابتن ربيع انبي في الشكل اللي هو دايما كان في مربع الذهبي كان عندنا فرق كتير قوي ها كان احنا السنه دي اللعيبه بتقدر تعمل اللي عليها اتكلمنا كتير احنا في الاول السنه ازاي بنعد العده والحاجات دي والمعسكرات انما هم فرقه برضو يا كابتن ربيع بيعرفوا يروحوا على الجون بيعرفوا يجيبوا جول عندهم ثقه في نفسهم فما تعملهمش مساحات كتير قوي في نص الملعب وتخليهم يمتلكوا نقطه نص الملعب ويعملوا عليك ضغط ويعملوا عليك ثقه ويقدروا يشوطوا من بره على الشناوي كل الحاجات دي في حاله فوقان اللعيبه بتاعتك وحالتها الطبيعيه هيبقى عندهم مشكله كبيره قوي يا كابتن فاروق. صحيح يمكن ما اعرفش النهارده هو بيلعب علي فوزي كابتن كراس حربه ولا مدافع النهارده لا لا علي فوزي ظهير ايمن ظهير ايمن هو دي النقطه يمكن التشكيل بس جايين على الورق لحد ما لا 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 التشكيل انا ممكن ارتبه لك يعني لو ما انا بكلمك عشان كده بس الورق طيب. في حته هو بص كابتن ايهاب من المدربين اللي بيحب يلعب كره على الارض
ويعني في مدربين حتى لما الضربات الثابته بتيجي اللي هي ليه هو اللي هي اللي تحت اللي هي مثلا ضربه مرمى فاول على ال 18 في مدربين كتير بيحبوا يلعبوا الكور الطويله ويلعب على الثانيه زي ما كان بيحصل مع طارق العشري مثلا مع عرف وسائل لانه بيلعب بدماغه كويس لكن ايهاب تملي بيحب يلعب من تحت على الارض ودي ميزه وعيب ميزه وعيب في ايه؟ انه ساعات بيبقى عندهم مبالغه في اللعب من تحت الاحتفاظ في المنطقه ممكن تكون خطا فالضغط عليهم بشده يعني عن تجربه كتير ممكن بيغلطهم كتير ويخطئوا التشكيل هو عمل حاجتين في الست سبع ماتشات اللي هو جه فيهم في ماتشات لعب 4 2 4 3 2 1 وفي ماتشات لعب بثلاث 3 في قلب الدفاع وهو النهارده اعتقد انه هيعمل كده لانه احمد يوسف اللي محطوط ده رامي صبري وصلاح سليمان اساسا اتنين قلبي دفاع احمد يوسف لعب قبل كده في قلب الدفاع معاهم وعلي فوزي هيبقى على اليمين واعتقد ابو بكر ديارة رغم ان هو لعيب وسط اعتقد هو اللي هيبقى على الطرف الشمال يعني هيبقوا في ثلاثه في العمق الا بقى لو هو عشان كده لازم نشوف التشكيل في الملعب شكله ايه الملعب الا لغير لو احمد يوسف هو اللي خد الطرف الشمال لان علي فوزي باك يمين علي فوزي باك يمين في نص الملعب بيلعب باسيوني ومجدي ومحمد وحمدي فتحي دول غالبا بيلعبوا احيانا بيغير واحد فيهم لكن باسيوني ومجدي محمد مجدي قفشه ده لعيب كويس قوي طبعا لعيب كويس مهاري زي صانع لعب زي عبد الله زي عبد الله وصالح بس ما بيحبش الضغط عليه كتير وحمدي فتحي بياخد اللي هو اللي هو اللعيب اللي قدام المدافعين بيبقى محط يعني زي حسام ارتكاز يعني هو اللي بيبقى قدام المدافعين وباسيوني بيبقى واخد طرف شمال شويه وساعات بيخش في العمق وبعدين بيبقى في صلاح محسن وشيباني تراوري صلاح محسن احيانا بيبتدي كراس حربه صريح واحيانا بيبتدي في الجنب اليمين فهل صلاح محسن هو اللي هيبقى في الجنب اليمين وشيباني هو راس الحربه ولا هيعكسها يخلي شيباني هو اللي ناحيه الجنب وصلاح صلاح هو اللي راس حربه يعني ساعات بيبدل فيها لما بيلعب عرفه السيد بتلاقي بيلعب عرفه السيد راس حربه صريح ويلعب صلاح محسن طرف لما عرفه السيد ما بقاش موجود بيلعب صلاح محسن هو راس الحرب فهل هيعملها النهارده مع شيباني تراوري فهتبقى باينه في الملعب انه هنشوفها في الملعب طبعا بشكل مختلف لكن هو طبعا عشان بس الورق كان جاي لنا ان علي فوزي لا موجود في لا ده باك يمين على طول صحيح ما عشان كده برضو انا لا باك يمين كابتن ربيع يمكن كابتن ايهاب جلال وكابتن اسامه وضح جزئيه مهمه ان هو دايما بيحب يلعب على الارض ده شفناه لما كان موجود في المقصه وعمل فرقه بشكل مميز طبعا النهارده وهو مع انبي اكيد بيلعب النادي الاهلي الوضع مختلف بالنسبه لكابتن ايهاب جلال من خلال حتى تشكيل من خلال فكره ممكن يبقى متواجد عدد كبير في وسط الملعب مع حته الديفنس يعني برضو من وجهه نظر حضرتك متابعتك لفريق انبي واختلافه مع كابتن ايهاب جلال بس انا بس لو التعليق بالنسبه للاحتياط النادي الاهلي اتفضل يا كابتن يعني انا من وجهه نظري ان لازم يبقى في ادوار موجوده بشكل كبير لاحمد ياسر ريان خلاص انت السوليه راجل موجود معاك ومؤمن زكريا موجود معاك وخلاص اديته انما احمد ياسر ريان لازم يبقى ليه دور لانه بعيد دخله وخاصه ان الامور ان شاء الله بتبقى سهله دخله الامور تمام مسيطر مستحوذ رايح بتجيب اهداف احمد الشيخ برضه لازم يكون دور اكبر من كده شويه وباك ان كده كان عندي خلاص نجيب راجع وشريف مفيش مشكله ومؤمن ادي بقى الناس البعيده لما يكون عندي 14 لعيب 16 17 19 وهكذا الدوري طويل صحيح. والبطولات كتيره جدا كتير كتير. فلازم ادي فرصه للجميع هو ايهاب بيلعب على الثقه دايما يعني بيزرع الثقه في اللعيبه عنده ميزه في الهدوء والثقه الهدوء والثقه بيلعب على نسبه استحواذ هنا بتوجد له الثقه والهدوء بيوجد له نسبه استحواذ كبيره جدا وبيبادر عنده شكل هجومي مبدع بيشتغل بيه بيحفظه للعيبه عنده جوانب دفاعيه على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ده فكر ايهاب جلال الثقه بيلعب عليها وبيدي دفعات للعيبه من اول محمد مع الوقت ومع الانسجام ومع التفاعل بتلاقي شكل فني رائع لما بيقعد فتره مع الفريق ومع الاختيارات بس انا اعتقد ان الشكل الفني هيختلف من المقص الانبي يختلف لان الابداع بيجي من اللاعب ومع المدرب ومع كثره الماتشات ومع النتائج الكويسه واخد بالك ومع نسبه الاهداف اللي بيسجلها الفريق وترتيب الفريق يا محمد فهو مبدع بس انا من وجهه نظري امكانيات اللعيبه بتاع انبي هتساعده في الابداع في فرض اسلوبه في خجلك في مبادره الاهلي النهارده هجوميا في الثلث الاخير الثلاث خطوط هيعمل معاهم ايه لكن هتلاقي نسبه
هنا من هنا هي دي اللي انا ممكن يعني ملهاش في ايهاب جلال. ايهاب جلال مدرب كويس طبعا وعمل نتائج كويسه جدا مع المقصه وثبت فعلا، بس كان المقصه كانت حاله اسامه فيها 3 4 مواسم وفيها افراد كان في اختياراتهم على اعلى مستوى، يعني كان في لعيبه. انت هنا الابداع بيجي من رقم واحد، من اللعيب زائد المدرب، يعني اللعيب زائد المدرب. احنا طول عمرنا كنا بنتالق وفي اوقات محمد المدرب ما يقولكش تجيب الجول ده بالشكل المعين، لكن الابداع بتاعك انت، الابداع بتاعك انت كابتن شريف، الابداع بتاعك انت اسامه، لكن هو في وظائف، مجموعه وظائف بيشتغل عليها المدير الفني بيحفظها اللعيب، انك امتى تدافع، امتى تهاجم، التحول من دفاع لهجوم وهجوم لدفاع، السرعه، خد بالك القوه، انك تواجه الفرديات. انا من وجهه نظري ان برضه ايهاب هيعتبر على الفرديات، الفرديات الخاصه، المواجهات الفرديات مع من اللعيبه بتاعته، انما الجماعيه اكيد جدا من غير كوره انه عنده جانب دفاعي جماعي مع لعيب النادي الاهلي. هل هيضغط؟ هيقابل وسط الملعب؟ حاجات طبعا هنشوفها في الملعب، لكن ايهاب تعمل له حساب. فريقين هو كمان عنده حته الناس الهجوميه موجوده يعني فريقه دايما من خلال ملاحظاتنا مع المقصه يعني ما دايما بيحسسه ان انت ما تخافش، العب وزي ما كان قلت لك العب. قلت لك على الشغل، ما هو كلامي كله في يعني الجزئيه دي صحيح. فان شاء الله يبقى ماتش كويس وبمبدع بامر الله وربنا يكرم الاهلي ان شاء الله. ما يؤرق كابتن حسام البدري النهارده كابتن من فريق انبي النهارده؟ ما ايه؟ يؤرقوا ايه قوي يعني؟ يؤرقوا يؤرقوا ليه؟ لغه عربيه برضه يعني. ما يكرقوا بقى هو مكر اهو حسام البدري. يؤرقوا مكر اهو ان هو معاه مدرب زي ما انتم اتكلمتوا عنه ايهاب جلال. بيحب يلعب الجيم، بيحب يمتع فرقته، مديهم الكره الارضيه اللي زي انتوا بتقولوا كده، عامل زي جوارديولا، ما بيحبش اللونج باس ولا بيحب الحاجات دي، بيشتغل على الواقع، بيشتغل على الفرق اللي هي بتلعبها. ف مفيش حاجه تقلق كابتن حسام، احنا اللي بيلعب الكابتن حسام هو اللي يتقلق وهو اللي يشوف السبعه القداميين وهم اللي يشوفوا الاطراف اللي بتروح. في حاله حسام البدري الطبيعيه اعتقد ان اي فرقه هي اللي بتتقلق وهي اللي بيبقى عندها ارق وهي اللي بيبقى عندها كل حاجه. لكن عمليه الضغط هتبقى من بدايه اللقاء من وجهه نظر كابتن شريف وده الطبيعي يعني. بص كابتن فاروق، احنا شفنا مع بعض الماتش المصري. المصري ده اقرب حاجه لينا بنتكلم عنها ان اول دقيقه يا كابتن من اول دقيقه في ضغط وفي بتضيع، بس في برضه فرق انت لما بتسمح لها في نص الملعب، لما يكون نص الملعب عندك لسه بيسخن نفسه وبيخش جوه الجيم شويه شويه، بتبقى صعب عليك قوي انك انت تلم نفسك بسرعه الا عن طريق هدف، الا عن طريق هجمه من الاطراف اللي هي بتبقى. ونشوف ازارو بيلعب الكره بدماغه في الجون وتترد والكره تيجي في العارضه، ونشوف كنا مؤمن زكريا بيتحرك من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، السويتشات اللي هي بنعملها بيعوضوا لنا الشكل ان احنا اتضغط علينا خمس دقائق او بقت الفرقه الثانيه موجوده معانا في الجيم. فرقه ثانيه موجوده معانا في الجيم بيبقى انت محتاج جري اكتر، تركيز اكتر، مفيش باص كتير بتلعبه غلط، انت اللي لازم تفسد الباصات كلها والقرارات كلها بتاعه الفرقه اللي انت بتلعبها. ففي الطبيعيه او في الشكل الطبيعي لفرقه الاهلي والشخصيه بتاعه كل لاعب اللي كنا لسه بنتكلم عليها كباتن، مفيش مشكله خالص انك انت بس دايما بنلعب باسم النادي الاهلي. والله من ايام ما انا كنت صغير كانوا ياخدونا في الجامعه كابتن ربيع وانت عارف، لازم نجيب جول في اول 10 دقائق، لازم نخلص الجول بدري، مش عايزين مشاكل تحصل لنا جوه الماتش. وده حصل في ماتش مصر يا كابتن، وحصل في مصر. واتمنى زي اللي قاله كابتن ربيع ان انا بقى عايز اشوف الوجوه الجديده النهارده اللي موجوده على الخط تحت دي، ونديهم فرصهم كمان زي ما وليد سليمان بياخد فرصته كده وبيخش تاني وبيجيب جول. عايزين نشوف احمد الشيخ، عايزين نشوف احمد ياسر ريان اللي كل التقارير عنه وكل الناس اللي بتتكلم عنه انباء طيبه جدا وانه واعد جدا. فان شاء الله نشوف كل ده في ظل مكسب باذن الله يرحب بمجلس الاداره الجديد ان شاء الله. اكيد المباراه النهارده مهمه جدا في الحته دي يا كابتن ربيع. خليني هرجع لك كابتن اسامه، يمكن قبل ما نروح للمباراه جزئيه الترابط يا كابتن، خصوصا حضرتك دايما كنت بتتكلم على الجزء الامامي وقوته، هو ده اللي بيكسب النادي الاهلي. طبعا كل فريق ترابط وحته الربط موجوده بشكل كبير من اول الشناوي لحد وليد ازار، لكن الجزء الامامي بيبقى عليه عامل كبير جدا خصوصا في بدايه المباراه كابتن هشام. تمام، هو التلت الامامي ده اخطر، واخد بالك يعني لازم الفرقه المنافسه تعمل حسابها كويس قوي، تركيز، التزام، رقابه، توازن، واخد بالك، تغطيه. انت عندك ميزه رائعه في الترابط الرباعي، الرباعي بتاع وسط الملعب والراس حرب الصريح ازارو، ان دول متفاهمين جدا، عارفين يعني ايه تحرك، يعني ايه تمركز، يعني ايه واخد بالك دقه، يعني ايه تمرير. هو ده ميزه غير رائعه، عشان كده الحمد لله ان انت الامور بتتسهل بتكسب. عدد وصول الكرات الاماميه مع التحرك
مع التمرير في التلت الامامي هو ده مكسب النادي الاهلي. الترابط الفني في التلت الاخير بتنهي بيه الهجمه، بتوصل بتعرف تنهي الهجمه ازاي. كل لعيب حافظ يا محمد، عبد الله السعيد حافظ وقفته ازاي بالكره من غير الكره، وليد سليمان حافظ دوره من غير الكره وبالكره، اجاييه ازاره واخد بالك، النهارده احمد فتحي والزياده من وسط الملعب عشان تسديد. فده ميزه النادي الاهلي، عشان كده الحمد لله بتسجل بتكسب متصدر واخد بطوله. هو ده اخطر تلت في النادي الاهلي للفريق المنافس، والتلت الامام بيوصل كتير وبيسجل كتير، ودي ميزه رائعه في افراد النادي الاهلي. صحيح كابتن اسامه، كنت عايز تقول حاجه. بالنسبه لفرقه انبي عندهم مميزات طبعا، وعندهم بعض الـ زي اي فرقه بيبقى عندها حاجات قويه ايجابيه وحاجات سلبيه. احنا قلنا ان هم بيحبوا يبتدوا من تحت، فالضغط العالي وبالذات مع الفرق الكبيره زي الاهلي من قدام قوي هيضايقهم جدا، لانه زي ما قلت لك ايهاب محفظهم انه يبتدوا من تحت الكوره مهما كانت الظروف. لما بتعمل كده الضغط الكبير ده بشده بتغلطهم كتير، وفي التلت الاخير هتبقى قريب قوي من الجون. دي نقطه، فدي لازم النادي الاهلي يعملها. الحاجه الثانيه بيلعبوا على التسلل كتير، فرقه انبي بتطلع على التسلل من قدام قوي، فدي لو اتلعب حاجات تحركات مظبوطه ازارو، لان ازارو ساعات بيقع في الاوفسايد كتير، واجاييه ووليد سليمان التحرك انه ازاي يخطف المدافعين من بطريقه تحرك معين ما يبقاش كاشف نفسه بالاوفسايد من بدري، تعمل لهم مشاكل. بس هم زي ما قلت لك عندهم سرعات كبيره، زي صلاح محسن، زي شيباني تراولي، زي علي فوزي، اعتمد عليها. والحاجه كمان اللي مش اللي برضو انا مستغرب لها شويه، هو قعد النهارده عمرو الحلواني. عمرو الحلواني هو الظهير اللي لعب معظم ماتشات ناحيه الشمال، فالنهارده مش واضح مين فيهم الباك ليفت. اعتقد قلت لك ممكن يلعب بثلاثه في العمق، وعلي فوزي وواحد تاني زي ابو بكر ديار على الاطراف، يبقى ثلاثه في العمق، وممكن يكون واحد فيهم بس ثلاثه مثلا اربعه ثلاثه كابتن، لانه لعب كده في مباراه الاسماعيلي، لعب كده في مباراه الاسماعيلي، وفي مباريات تانية لعب أربعة بس ورا، فهي هتبان لنا. فهو كمان طبعا ضربات الثابتة في التحرك بتاع أزارو كابتن كنت بتتكلم. طبعا وياخد باله انه بيقع ساعات في الاوفسايد كتير، فالنهارده هتفرق كتير قوي الكشف لو هم بيكشفوا الاوفسايد. الحاجة التانية هم بيجدوا الضربات الثابتة، ضربات الثابتة صلاح سليمان، رامي صبري، صلاح محسن، لازم يتراقبوا كويس قوي في الدرجات. ممكن يبقى وحيد لفرق كتير كاتب في يعني ان هو يتفوق على النادي الاهلي، لان غير كده جزء كبير هيبقى صعب على فرقه ثانيه لو هي عايزه تلعب كره قدام نص ملعب النادي الاهلي وهجومه ودفاعه. فيعني ربنا يوفق ان شاء الله الفريق. طبعا مش هسالكم على توقعاتكم او تمنياتكم لانها كلها ان شاء الله معروفه، ويا رب كل التوفيق لفريقنا. هنكون مع بعض كابتن ربيع، كابتن شريف، كابتن اسامه بعد اللقاء، هنتكلم على الجزء الفني في المباراه. يا رب كل التوفيق لفريقنا، خصوصا في اولى مباريات الفريق مع طبعا مجلس الاداره الجديد بقياده كابتن محمود الخطيب. هنروح للقاء وان شاء الله نرجع معاكم بعد المباراه. 11 راجل في الملعب، أهلاوي 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 الفخر ليا،
مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الاهلاويه النهارده، فوز مهم جدا على فريق انبي. اكيد كلنا في حاله فرحه بهذا الفوز، اكيد في البدايه فوز على فريق قوي، وبالتالي فاحنا بنبقى خلاص في جدول الدوري في المركز الثاني بعد الثلاث نقاط اللي احرزناها النهارده. هدف اول عن طريق سعد سمير في الدقيقه 28، كره رائعه. يمكن برده الكره دي كانت انفراد لعبد الله السعيد وتحولت لضربه ركنيه، ولكن الضربه الثابته هذه المره لسعد سمير بيحرز منها الهدف الاول اللي بيفتتح بها اهداف النادي الاهلي اليوم امام انبي في الدقيقه 28، وركنيه رائعه من وليد سليمان لسعد سمير. ثم الهدف الثاني عن طريق جونيور اجاييه، وهدف رائع من هذا اللاعب اللي كان مميز جدا النهارده. جونيور اجاييه يعني كل كره بيلمسها ليه تاثير كبير جدا في الجزء الامامي مع زمايله طبعا، سواء عبد الله السعيد او وليد سليمان ووليد ازارو. هدف رائع من مكان صعب جدا، يدل على ان هذا اللاعب من اللاعبين المميزين ومن افضل اللاعبين المحترفين اللي جم فريق النادي الاهلي على مدار السنوات السابقه. اكيد يمكن في بعض الامور والاخطاء الخاصه بالدفاع استغلها فريق الانبي، ويمكن الهدف الاول لفريق انبي جه عن طريق صلاح محسن في الدقيقه 43، وقرب النتيجه 2-1 للنادي الاهلي. لكن طبعا النادي الاهلي من بدايه اللقاء وهو مصمم على الفوز بشكل قوي، ولو كنا احنا قلنا 4-1 في هذه المباراه لكن احنا ضيعنا كتير، كان ممكن نحرز اهداف كثيره. طبعا ده الهدف الثالث لوليد ازارو، يمكن بيصادفوا سوء حظ في بعض الكرات، ولكن في هذه الكره وليد ازارو بيحرز الهدف نتيجه طبعا ان هو سددها في المرمى وتجت في القائم، ثم ترتد لراسه بيحرزها بالهدف الثالث. ثم اللاعب المميز اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الاستوديو احمد الشيخ بيحرز في نهايه المباراه في الدقيقه 93 هدف الرابع لفريق النادي الاهلي. اكيد كل التوفيق لفريقنا ومبروك علينا النهارده، فوز مهم ايضا في بدايه عصر جديد وفي بدايه وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، كان مهم جدا ان احنا نفوز النهارده، ودي حاجه مميزه تحسب لينا. احنا بنرتفع رصيدنا او بيرتفع رصيدنا للنقطه 22 في المركز الثاني، ودي زي ما بقول لحضراتكم انت مجرد لما بتخش في بطوله الدوري بتركز فيها خلاص، المارد الاحمر قادم ان شاء الله الحصول على البطوله، نتمناها السنة دي بهذا الأداء وبهذه النتائج اللي موجودة متتالية إن تحسمها بشكل كبير في قبل أسابيع ما تنتهي هذه البطولة. يا رب كل التوفيق. زي ما بقول لحضراتكم يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل حاضر، ما عدا طبعا كابتن محمود الخطيب لأنه مريض، لأنه عنده نزلة برد شديدة، أيضا كابتن رانيا علواني أيضا لم تحضر هذه المباراة، ولكن باقي مجلس إدارة النادي الأهلي حضر بالكامل. أكيد كل التوفيق لفريقنا ومبروك علينا ومبروك على كل أهلاوية، أداء رائع من فريق النادي الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم كان ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده، ولكن طبعا دائما في إضاعة الأهداف، إن شاء الله الأهداف الفترة القادمة يبقى ما فيش أي إضاعة لأي هدف، هتلاقي النتائج مع الأداء المميز لفريق النادي الأهلي النهاردة أعتقد هتبقى أكبر وأكبر. برحب بضيوفي مرة تانية كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع سين، كابتن أسامة عرابي. كابتن شريف طبعا في البداية يعني بقول لحضرتك مبروك وأداء مميز ونتيجة مميزة لفريق النادي الأهلي على فريق يعتبر من الفرق القوية في الدوري الممتاز. كابتن شريف والله طبعا بنهني أنفسنا وبنهني النادي الأهلي على الأداء الجيد والكلام اللي قلناه كلنا إحنا وكباتن مصر في الاستوديو، اتنفذ منه حوالي 80%. النهارده برضو في ارتياحية شوية في نص الملعب لغياب السولية، برضو أثر في الشكل، إنما أحمد فتحي عمل مجهود كبير جدا هو وحسام عاشور. الطريقة اللي ناوي بيها كابتن أسامة عرابي إنه هيلعب بيها إيهاب جلال 3-4-3 دي، كان يقدر الماتش النهارده يطلع 10-11-12، كل كرة كانت بتتنقل الناحية التانية لملعب نادي إنبي تستطيع أن تكون هدف، ولو الراجل ده لعب كده بقية الدوري اعتقد ان احنا هيقابل مشاكل كتير قوي بالطريقه اللي هو بيلعبها دي. طبعا غير ان ربنا رحم الفريق النهارده بعدم توفيق ازارو، ازارو علامه استفهام كبيره قوي في استلامه للكوره ومواجهه المرمى. كل اللاعبين اصروا على انه يحرز هدف الا ان العارضه هي اللي خليته يحرز هدف وجت في دماغه ودخل الجون. احنا عايزين برضو يعني نقف محطه عند اللعيب ده، لعيب كبير ولعيب بيروح للجول، انما في تناوله وادواته لمركز راس الحربه والسترايكر ناقصه كتير قوي، ناقصه رؤيه، ناقصه ثقه في النفس، ناقصه تعامل بالكوره وهو بيجري. ما تشوف الناس
بتلعب الكوره مع بعض وانتو عبد الله واجايه واجايه بيحطوا كوره. بص يعني في ابسط شيء دي لازم تعمل بطن رجل الناحيه الثانيه. يعني ليه بيدور على الحته؟ هو ما عندوش ثقه وعايز يخلص وبسرعه. حتى اللي المفروض يجيبها جول بيلعبها بالعرض, واللي المفروض يلعبها بالعرض بيشوط في الجول. ف يعني كان ممكن يريحنا قوي يا كابتن فاروق من بدايه الماتش 3 4 5 تجوان في 10 دقائق. الدقيقه 26 دي احنا شفنا كتير قوي في الملعب, 3 4 كور ورا بعض المفروض ان احنا نخلص الماتش فيهم وتبقى 4 6, بدل ما يبقى الجهاز الفني قاعد بيكلم نفسه بره واسداسه واسبعه ويخش فينا جون, نبقى 2 1 2 2 وممكن تتغلب كمان. صحيح, اللي بيضيع يقبل, عندنا القانون بتاع الكوره اللي بيضيع جول يقبل يخش فيه بقى اي كوره بتروح الناحيه الثانيه. بنشكر اللعيبه على المجهود الكبير ده. بشكر كابتن اسامه عرابي انه حط لنا الرؤيه الكبيره لقرايه فريق انبي الحقيقه. وابص شو انا زي ما بقول لك, يعني حاجه غريبه جدا. ده كتير طبعا لو التناول التعامل مع الكوره. يعني واحده زي دي يا كابتن اسامه وكابتن ربيع في ماتش الوداد, هو وجوله برضه لو حطها بس بتقان شويه الهدف الاول, انا مش عارف هل ده استهتار منه ولا دي امكانياته كده. كباتن بقى يشرحوا لي انا. كابتن ربيع مبروك كابتن, وراي حضرتك في المباراه والاربع اهداف. يعني طبعا هنتكلم على هدف هدف بالتفصيل, لكن راي حضرتك في المباراه كمجمل المباراه كابتن. مبروك لمجلس الاداره الجديد, مبروك للجهاز الفني, مبروك للعيبه, مبروك لينا, مبروك للجمهور. بص يا كابتن محمد, ده غير الست اهداف الشوط الاول بالظبط, ست اهداف كان ممكن يبقى عدد كبير جدا من الاهداف. المباراه النهارده مفتوحه, مباراه مفتوحه للفرقتين. بدا انبي بطريقه, انبي بيهاجم وما بيدافعش, ما عندوش مدافع, ما عندوش ترابط, ما عندوش خط ظهر, ما عندوش فرديات, ما عندوش حاجه اسمها رقابه ولا تغطيه ولا توازن خالص في الثلث الاولاني بتاعه الدفاعي. ده ادى فرصه كبيره جدا للرباعي, زي ما قلنا محمد ان النادي الاهلي في الرباعي الامامي في الثلث الاخير لازم تعمل حسابه كويس قوي. بالورقه والقلم الاهلي يسجل هدفين, ولو في توفيق لازارو, توفيق لاجاهي, توفيق لعبد الله, توفيق لوليد, ست اهداف بنسبه 100%. مباراه مفتوحه, الشوط الثاني طبعا اقل من الشوط الاول في اهدار الفرص, بس باستثناء اخر ربع ساعه هدف لازارو, اكثر من هدف ضاع برضه, وفي نفس الوقت هدف لاحمد الشيخ في الاخر. لكن المجمل العام هو الاهلي الاكبر الاخطر الاحسن الافضل اللي بيمتلك شخصيه بطل كبير, عنده انياب وعنده شخصيه وعنده فرديات وعنده جماعيه وعنده ما شاء الله هجوم كاسح ما شاء الله, في اي وقت يسجل النادي الاهلي. زي ما قلنا النادي الاهلي النهارده ثبت ان فعلا لازم كل انديه الدوري الممتاز تعمل حساب الاهلي بشكل غير عادي. الاهلي في احسن حالاته الفنيه وفي اخطر حالاته الفنيه, ماتش كبير جدا كبير جدا وماتش سهل جدا للنادي الاهلي. مره من فتره اشوف انبي بالشكل ده وبالانهيار الدفاعي اللي غير عادي, لكن ده يحسب لحسام البدري وجهازه الفني, ويحسب للعيبه تالقهم النهارده وابداعهم وتقديم مباراه كبيره كسبوا بيها. كان ممكن يبقى 10 اضعاف الاربعه, لكن الحمد لله على المكسب والحمد لله على الاداء. الحمد لله طبعا كابتن اسامه, راحتك في المباراه ايضا, واكيد نتيجه كبيره على فريق احنا بنشوفه من الفرق اللي دايما امام فريق كبير زي الاهلي او الزمالك بيقوم او بيأدي ادوار او بيقدم كره كويسه ونتائج كويسه ايضا يا كابتن اسامه. طبعا مبروك لمجلس الاداره الجديد بقياده الكابتن محمود الخطيب, وان شاء الله تبقى فتحه خير عليهم وعلى النادي, يعني كمان يضيفوا بطولات تاني. مبروك للكابتن حسام والجهاز الفني, مبروك لجماهير النادي الاهلي, مكسب كبير وعريض. ولكن احنا قلنا قبل اللقاء ان انبي بيلعب بشكل ممكن يكلفه كتير جدا جدا جدا, انه مش عشان طريقه اللعب اللي هي 3-4-2-1, عشان في مبالغه جدا في حاجتين احنا قلناهم قبل الماتش. في مبالغه زي دي, الكره دي في مبالغه في انه مش عايز يطلع الكره غلط, كلفته انفرادات بالجمله واخطاء في خط الظهر كانت ممكن تكلفه اهداف. في اندفاع غير طبيعي من طرفين الملعب, بسيوني وعلي فوزي وظهرهم كله مفتوح طول الوقت بيلعبوا النادي الاهلي. النادي الاهلي سهل قوي يستثمر الفرص, ده كمان احنا ما استثمرناش اكتر من 40% من الفرص النهارده, لو استثمرت بشكل كويس كان الماتش ممكن يبقى 7 أو 8. ثالث حاجه اللي هو بيلعبوا على خط الاوفسايد من بدري جدا, وقلنا قبل المباراه ان وليد ازارو واجاييه وعبد الله ووليد واي حد هينزل زي الشيخ لما نشوف الجول الرابع, اي حد هيتحرك تحرك سليم
هيتلعب له الكره هيروح في مساحات كبيره جدا لانهم بيلعبوا دفاع يعتبر متقدمين جدا وعلى خط واحد على طول الوقت. فالنادي الاهلي عمل مباراه جيده، واعتقد لو في بعض اللعيبه كانوا موفقين كمان، يعني احنا في مجمل طبعا احنا مسيطرين وجايبين 4 اجوان وممكن نجيب اجوان تاني، ولكن مع كل هذا في بعض اللعيبه مش في الحاله الحلوه بتاعت بص اي كوره مضروبه انفراد، فدي طبعا عايزه تركيز من ازارو هو اللي يروح يجيبها جون، او عقبال ما الباك يجيله يروح لعبها للراجل اللي رايح على الجون، مش لكن هو عملها بدري قوي، يعني هو يا اما من دلوقتي يا اما كان هو اللي يروح يجيبها او يستنى المدافع جاي له. فالكور دي شفناها كتير، يعني نسبيا امبي تحسن اداء الشوط الثاني ببعض التغييرات لما نزل توبا في نص الملعب، مدري احمد مجدي مسكه شويه الكوره، لما غير الطريقه والحلواني نزل ورجع لاربعه اتظبطت شويه، ولكن برضو استمر النادي الاهلي بالفرص الضايعه، ولكن مش بكم الفرص، وجاب قدر يجيب جونين ولكن مش بكم الفرص اللي كانت سهله جدا الشوط الاولاني، كانت ممكن تخلي الشوط الاولاني لواحد واربعه او 5-0. حقيقي يا كابتن مبروك طبعا لفريق النادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم يمكن مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل حاضر ما عدا كابتن محمود الخطيب نظرا لانه عنده نزله برد، ايضا كابتن راني علواني نائب رئيس النادي استاذ عمرو فاروق، معالي الوزير طبعا عمرو فاروق كان موجود، ايضا امين صندوق استاذ خالد الدرندلي كان متواجد، ايضا عضو استاذ خالد مرتجي كعضو مجلس اداره، استاذ ابراهيم الكفراوي، كابتن جوهر نبيل، استاذ طارق قنديل، استاذ محمد ضماطي، دكتور مهند مجدي، استاذ محمد الجرحي، واستاذ محمد سراج الدين، كلهم كانوا متواجدين ما عدا كابتن طبعا خطيب زي ما قلت لحضراتكم نظرا لنزله البرد الشديده، ايضا اللي هو شيرين شمس متواجد برضو في المقصوره، كل اعضاء مجلس الاداره بالكامل زي ما قلت لحضراتكم وكانوا متواجدين ما عدا كابتن محمود خطيب نظرا لنزله البرد، الف سلام عليه، وكابتن رانيا علوان اكيد هنشوفهم في المباريات القادمه، اكيد الوضع يبقى مختلف في وجود كابتن محمود الخطيب في المقصوره. كابتن شريف بدايه كنا بنتكلم كابتن اسامه واحنا بنتكلم في المباراه ان عشان تنجح في اللعب مع فريق انبي اللي هو كابتن ايهاب جلال عنده قدرات في حته ان هو بيحفظ لعيبته ان هو يطلعوا من ورا لقدام وبيصمم على هذه الجزئيه. نجاح النادي الاهلي النهارده ان هو ضغط من البدايه كابتن على فريق نادي انبي بشكل كبير، وده هو اللي ادى مفتاح الفوز باول هدف عن طريق سعد سمير كابتن، ويمكن الفرصه الضايعه اللي قبلها كمان لعبد الله سيد لو كانت جت كانت برده كانت، ولكن هم كلها في دقيقه واحده يعني. انا هاخد من كلامك وكلام الكباتن ان فعلا الانبي بيلعب زي الاهلي يا ربيع، خدت بالك؟ اسامه بيلعبوا عندهم الجزئيه اللي زينا احنا السبعه اللي قدام دول او السته اللي قدام دول اخطر ما فيهم، يعرفوا يروحوا على الجون، يعرفوا يصوبوا، يعرفوا يعملوا مشاكل، انما برضو الحته اللي ورا دي مفتوحه عندهم بشكل. انا حسيت ان حارس المرمى علي لطفي ده هو الليبرو بتاع الفرقه، يعني ابص عليهم وهم بيلعبوا بيعتمدوا عليه انه يباصوا له، اكننا بنلعب سداسيات مش بنلعب في ملعب كبير، وحاسين ان هم زي برشلونه كده، انا حسيتهم كده، انا شميت ان هم لعيبه كلهم بيلعبوا 4-2 في التمرين او حاجه زي كده، فعايزين يثبتوا ان هم يقدروا يتناولوا الكرة عندهم ثقه زايده قوي، بس في المنطقه دي ما ينفعش، المنطقه دي منطقه امان اسمها، ما فيش المنطقه، احلى حاجه طبعا في الماتش كله الكرة دي. حقيقه اجايه كابتن ال1 2 كمان عبد الله حاططها له على الشوط، مش حاططها له في رجله عشان ياخدها ويكمل ويعمل عرضيه، لا ده حاططها له لو نشوفها الباص نفسه اللي بيريح ان الجاي جاي شايفها بوش عامل البليسنج بوش رجله، فرحه حسام عامله ازاي، عوضوا على كل يعني الفرحه دي عوضت كل نسي كل الاهداف اللي ما جاتش من ازارو او غير ازارو من عبد الله السعيد كمان. ف احنا شفنا مباراة حلوة قوي النهاردة الحقيقة، شفنا مباراة فيها انطلاقات زي ما قلتوا، فيها اوبن جيم مفتوح جدا، تقدر ما تعرفش تقدر تلاقي الكورة هنا انبي بيروح وبيسدد وبيهدد، وهنا الاهلي على طول بيتناول وبيعمل الكورة، لان ده طبيعة الاهلي اللي هم الستة اللي قدام، وبيعمل احمد فتحي وحسام عاشور برضو بيحسسونا ان هم ضاغطين على الفرقة التانية، فاحيانا لما كان بيبقى فيه ضغط من النادي الاهلي وبيفسد هجمات انبي، طبعا بنلاقي الحكايه كلها على راي اسامه كلها مترجمه للاهداف، الناس بتلعب على خط واحد وبيلعبوا ثلاثه والحارس المرمى بتاعهم هو الليبرو، يعني ده طلع في كوره لو اجاي وفق فيها لقطه دي يا كابتن، لقطه دي وانت بتتكلم لقطه كابتن حسام ده بعد الجون يعني الثاني بقى، فاكر احنا كنا بنقول لا قبل الجون الثاني قبل اللي هو جابه قبل جون ازارو، لا ده جون بدا اجاي ده
يعني ده بعد هدف وجايز تريح حسام البدري بقى. هو ضيع كوره، انا بتكلم على وليد ازارو وشد على اذره في لازم يقول له كده. قال له ما يهمكش يعني، اللفظ حتى باين مش مشكله. طب واحنا قلنا ايه لو كان 0-0 كان هيقول له ايه يعني؟ لا ركز بقى. الحوار كان هيبقى غير كده خالص. لكن عامه يعني هو مدير فني دائما يعني ما يكون مدير فني عايز احسن حاجه، عايز اجمل حاجه لنفسه. بال يعني بالصدفه كده ان الدنيا بتمشي على قد المجهود الحقيقه، وربنا بيكافئ في التوفيق ان احنا الاجوان. شايف الفرقه كوره زي دي بتخش جول بتحطك في موقف صعب جدا، انك انت من 2-0 بدل ما كنت 4-0 او 5-0 ويجي فوق جون زي ده، هتكمل وتلعب برده ومفيش ضغط على اعصابك. انما انا اقدر اقول لك حاجه دلوقتي، من دلوقتي مبروك يا كابتن حسام ومبروك عليك الدوري ان شاء الله، لان الدنيا كلها بتساعدك وفرقتك ما شاء الله حاجه جميله جدا بتطمني وانا بتفرج عليك في كل مباراه، انك انت تقدر تترجم اي مباراه ليك بالحظ القليل والتوفيق من عند ربنا، انك انت تطلع في كل مراكز بين 4-5. وبنشكرك وبنشكر اللاعبين على التركيز والاداء اللي هو بالشكل ده، وان انتوا كمان بنشكركم ان انتوا كان في مجلس اداره النهارده قدرتوا تقدموا له هديه صغيره. حقيقي يا كابتن. خلينا بيبو بعد اذنك بس نجيب الاهداف بقى عشان مع كابتن ربيع وكابتن شريف وكابتن اسامه نقدر نحللها بشكل جيد. لكن كابتن يعني نجاح النهارده كابتن حسام البدري يعني من وجهه نظرك في النتيجه الكبيره، هل برضو النتيجه الكبيره دي بتخوف الفرقه بتقول للفرقه الثانيه انا جاي وان شاء الله هاخد البطوله بدري عن ما ممكن حد يتخيل؟ بص خلينا واقعيين يا محمد، مفيش حجم النادي الاهلي في الدوري، مفيش فرقه تقدر بامر الله تعالى تقدر على القدرات بتاع لاعبي النادي الاهلي. احنا بنتكلم بفنيات، بنتكلم بواقع قدامنا، وقلنا الكلام ده من قبل المباراه. صحيح، اتكلمنا بثقه مش عشان يا محمد بس النتائج الكبيره دايما يا كابتن بتخوف اي الفرق اللي انت هتقابلها بعدين. طول عمرنا النادي بيعمل نتائج كبيره. ده بطل الدوري وبطل افريقيا. اللي اقصده احنا قبل، بص افتكر قبل المباراه قلنا ايه؟ صحيح، الاهلي هو الاكثر، هو الافضل، هو الاخطر، هو بطل الدوري مع احترامي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقلنا احنا ممكن نخاف عليهم من حاله عدم التوفيق اللي ما كانش موجود الشوط الاول وحاله اللاعب. انما حسام البدري بيملك حارس مرمى، بيملك خط ده، بيملك وسط ملعب، بيملك فراوده، بيملك تتلات مهمه جدا طول الملعب وعرضه. هم عارفين اللعيبه انتشارهم ازاي والترابط ازاي، وخد بالك ونسبه الاستحواذ اللي بيلعب عليها ازاي، وخد بالك وفي نفس الوقت التهديف يجي ازاي، الاجوان تيجي ازاي، كلها دي موجوده عند النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الاحسن، هو الافضل بالك. فانما لا جديد لفنيات النادي الاهلي، النادي الاهلي جاهز. ولحد استاذ كابتن بس هنروح سريعا بس المؤتمر الصحفي بعد كده نرجع كم كلام حضرتك طبعا على المباراه وعن الاهداف كلنا نحللها بشكل طبيعي. خلينا نروح طبعا للمؤتمر الصحفي، اتفضل يا بيبو. النتيجه اطلع بنتيجه جيده، مش معنى ان انا ثلاثه عاوز اكسبه بس، فهو اتعامل مع المباراه وفي نفس الوقت كان ممكن ينزل شويه لكن ما كنتش هنزله بدري عن كده خالص. يعني في نفس الوقت انا بقول لك احنا تفكيرنا الروتيشن اتعمل النهارده روتيشن، يعني النهارده انا مريح السوليه ومريح مؤمن وفي روتيشن، وفي نفس الوقت الروتيشن مش على حساب ان انا تعتقد ان انا بريح لعيبه، لان تملي كلمه لعيبه اساسي دي ما عنديش لعيب اساسي، لكن كل المجموعه اللي موجوده مستعده ان انا استخدمها. المنافسه بينهم يعني بقول صعبه جدا، بل بالعكس يعني في المحاضره النهارده انا اكدت ان في ناس اللي خارج القايمه اللي اتمرنوا النهارده الصبح يعني قريبين جدا من الناس اللي بتلعب زيهم بالظبط، لكن هو عدد احنا مرتبطين بيه، لكن في روتيشن حصل النهارده. وزي ما انا بقول بيبقى روتيشن لمصلحه الفرقه وفي نفس الوقت لمصلحه اللاعب اذا قدر طبعا برضه يعني يبقى موفق في الفرصه اللي بياخدها ويظهر. لكن كلهم انت بتشوف يعني لو اتكلمت على الشيخ واتكلمت على مؤمن واتكلمت على وليد واتكلمت على باكا وجاي كلهم قريبين من بعض ويبقى في حيره يعني، لكن احنا بنتعامل مع المباريات والحمد لله في توفيق الحمد لله. استاذ الله يبارك فيك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس في الفتره الموسم ده شفت النادي الاهلي يمكن بدنيا افضل كتير من مواسم بتحصل، اللعيبه بتقدم ماتشات مؤجله وماتشات حاليه وبدنيا الفرقه كلها على الاقل. هل الفتره اللي جايه حضرتك زي ما زميلي انت هتعمل روتيشن بين اللعيبه اللي هي ما بتلعبش او اللعيبه اللي بتقدم بشكل اساسي؟ بالنسبه للسؤال الثاني دلوقتي اللعيبه الاداء النهارده حضرتك اختار في القايمه كان في رؤس وليد ازار واحمد ياسر ريان،
هل تفكير حضرتك كان منعكس على ان انت هتلعب قدام بشكل زي هو دفاعي شويه ان انت عايز تكسب سكور واحد او اتنين بس ولا كنت بتفكر في اكتر من كده؟ الخروج عماد متعب من التايمر والناس. لا مش عاوزين نتكلم، احنا بنتكلم في المباراه. الخروج ده انا حاجات الحسابات بتاعتي عمري ما هقولها لحد، يعني عمري ما هقولها لحد الحسابات بتاعتي، والحسابات كلها مصلحه الفرقه. وخلي بالك موضوع الروتيشن ده مش يعني عشان ما نقعدش نتكلم في موضوع الروتيشن ده لمصلحه الفرقه، يعني مش مجرد ان انا عاوز اعمل روتيشن، انا عاوز اكسب. واللعيب اللي موجود عندي المفروض يكون احنا عندنا طبعا برنامج في التدريب. اكمل بس والاستشفاء اللي بيحصل بيخلي كل اللعيبه قادره، لكن هو المنطق بيقول لك اما بيبقى فيه لعيبه متقاربه في المستوى قريبين من المستوى، زي ما قلت لك انا ذكرت لك اسماء في المركز اللي هو في نص الملعب المهاجم، يعني البوزيشن ده شفت الكم اللي انا اتكلمت عليه. فمش هعمل روتيشن لمجرد ان انا هعمل روتيشن، لا هعمل روتيشن برضه عشان ادي بشكل كويس واكسب المباراه وابقى خارج من المباراه راضي. فكل الكلام ده ليه معايير، مش مجرد ان انا عاوز اعمل روتيشن. اذا ما كانش عندي اللاعب اللي هيحقق المعايير اللي انا قلت لك عليها مش هقدر احطه. يعني هي دي معايير واللعيبه فاهمها كويس قوي، مش مجرد ان انا هعمل روتيشن يبقى في لاعب هيفتكر ان الدور هيجي عليه، لا مش هيجي عليك الدور الا بالمعايير اللي انا بقولها دي، والمعايير اللي هي مش هتاثر على الفرقه. واذا حسيت ان انت بعيد عن الفرقه مش هستخدمك في روتيشن خالص، يعني عشان تبقى واضحه. لكن اي حاجه خاصه باي لاعب معلش لو سمحت لي انا بحتفظ بيها لنفسي. يعني اخر سؤال يا جماعه، حتى النهارده الف مبروك على الله يبارك فيك. طبعا النادي الاهلي بقاله فتره ما شاء الله يعني كسب حتى من نفسين دي الاسرائيلي والمصري حتى على الصداره، ومن الاهلي فاضل له مباريات مؤجله وفرق بشكل كبير جدا عن حتى مش بشكل كبير جدا ولا حاجه، يعني مش عاوزين نقول بشكل كبير يعني بس لسه مش بشكل كبير لسه. الناس دي بره القايمه. ايه مش قبل المباراه؟ يعني انا شايف كنت بتقول حاجه غريبه، يعني مش في موضوعنا خالص. يعني الناس دي مش موجوده معايا. فاللي انا عاوز اقول بالنسبه لحته الضغط العالي، يعني طبعا ايهاب مدرب مميز جدا يعني، وبيحب يلعب كره هجوميه. وان كان انا برضه ما كان ماسك المقص السنه اللي فاتت قلت، وممكن السنه كنت ببعت رساله للفرقه الثانيه يعني حتى لنفسي، وبحاول ابعت لانه كان بينافس السنه اللي فاتت. فقلت يا جماعه فرقه المقص ما بتعمل عليها ضغط عالي، يعني بتقل كتير بشكل كتير جدا. والرساله دي كنت بقولها في المؤتمرات عشان اقول للفرقه الثانيه يعني اضغطوا من قدام اما تلعبوا المقص، لانها كانت بتنافس قريبه مننا. وايهاب مدرب مميز طبعا، ايهاب فعلا من المدربين المميزين وبيحب يلعب كره هجوميه. فكنت متوقع وما شفت السكور شيت بالذات، يعني احنا كده كده كنا هنعمل ضغط، قلت لك احنا يعني متكلمين عليه من يومين، لكن لما شفت السكور شيت انا عارف ان هو هيلعب، حاول يلعب 3 4 3 وحاول طبعا يخفف الضغط عليه ان هو يعمل العمق الهجومي بكثافه عدديه ويحضر من تحته عن طريق الثلاثه دول، يبقى في عمق هجومي. فبالتالي انا عملت عليه ضغط من قدام عشان احرمه من الكلام دوت، يعني يبقى في صعوبه وحرمته ان هو يحضره. وفي نفس الوقت كان في تعامل مع الناس اللي بتعمل العمق الهجومي، وشفنا الشوط الاولاني بقول لك يعني كنا ممكن يعني الفرص اللي ضاعت دي كان ممكن نحسم المباراه بشكل مبكر. يعني الله يبارك فيك، شكرا، اشكركم. اخر فوز طبعا للنادي الاهلي، بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا الكابتن حسام البدري المدير الفني. بنبارك لك طبعا يا كابتن حسام في البدايه، قراءه كانت جيده جدا لحضرتك طبعا خارج الخطوط لفريق انبي. حضرتك طبعا اشتغلت بشكل كبير الفتره اللي فاتت محاضرات فنيه. النهارده بنحييك طبعا على الاداء وعلى المجهود، وكلمنا بشكل عام تقييمك للمباراه، الاداء النهارده ضغطنا في كل حته في الملعب وظهرنا بشكل جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكابتن فاروق، كابتن شريف، كابتن ربيع، كابتن اسامه عرابي، تحياتي ليكم. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، وبقول فوز كل ثلاث نقاط بيبقوا مهمين جدا بالنسبه لنا، لكن يبقى برضو بتبقى مرحله وحسابات المباراه بتبقى مهمه جدا بحسابات
الجدول وبحسابات النقاط وبحسابات نقاط المنافسين، فبيبقى في اهداف اخرى، وحتى الاهداف دي بتوصل للعيبه من خلال تحضيرنا للمباراه، سواء قبل المباراه للتحضير او حتى في المحاضره النهائيه. فكان يعني ثلاث نقاط مهمين بيحطونا في مرحله عاوزين نوصل لهدف معين، فهم النهارده كان عنق بالنسبه لنا ان احنا نوصل للمرحله دي ونبدا بقى ان شاء الله نصل للهدف اللي احنا عاوزينه. فرقه انبي فرقه مميزه، وهاب من المدربين المميزين، لكن انا بقول طبعا يمكن احنا توقعنا السيناريو، وبالذات يعني تحضيرنا للمباراه كان بالذات حته الضغط اللي هنعمله على اساس نبقى في وضع هجومي ايجابي خلال مباراه انبي، اتفرجنا عليهم طبعا، وكان كل الاحتمالات في المباراه اللي فاتت ان هعمل ضغط متقدم، وفي نفس الوقت اما تاكدنا من الكلام ده كمان حتى من الفكر اللي انا كنت بتوقعه. يمكن ايهاب النهارده لعب بشكل كبير زي مباراه الاسماعيلي، لكن لما شفت السكور شيت تاكدت ان هو هيلعب، حاول يلعب 3-4-3 ويعمل عمق هجومي، وبيعتمد على محمد مجدي طبعا هو يبقى قدام الناس ويستلم. كل الكلام دوت توقعنا حتى وتاكدنا ما شفنا السكور شيت، فكان قررنا برضو زي ما حضرنا المباراه للضغط اللي من قدام، ونحرمه من هم طبعا يستخدموا الشكل وما يفكروا فيه، لكن كان في برضو يعني خطا مننا، وبالذات الاندفاع اللي كان بيتم عن طريق الاثنين نص الملعب المدافع كان بيدي فرصه للراجل رقم ثلاثه يتحرك في ظهرنا، وده اللي انا زعقت عليه وانا يعني اثناء الشوط الاولاني، وده اللي اتاكد اللعيبه بين الشوطين على اساس ان هو بيحاول يستخدم باسيوني ناحيه هاني شويه، ثلاثه ده بيبتدي يضم جوه في ظهر الاثنين الديفندر، وباسيوني بيحاول ياخد المساحه دي. يمكن دي اتعملت في الشوط الاولاني اكثر من مره، لكن ما كانش فيها ايجابيه بالنسبه لفريق انبي، لكن لا كان باسيوني بيستلم، كان الراجل بيتحرك ويفضي مساحه، فبالتالي كان من الطبيعي جدا ان هاني يضم جوه، فكان في مساحه فاضيه للراجل دوت. اتصلحت الكلام ده برضه في طريق ضغطنا في الشوط الثاني، وفكرنا في المباراه كان يعني الحمد لله موفق جدا. وبقول الفرص اللي ضاعت الشوط الاولاني برضه كانت ممكن حسمت لنا يعني كانت حسمت لنا المباراه وراحتنا شويه، لكن الحمد لله بهني اللعيبه على ادائهم، وثلاث نقاط مهمين يعني. عشان ما اطولش عليك يا كابتن حسام، مباراه الاسيوطي اكيد طبعا عندنا زي ما قلت لحم المباريات غدا هيبقى راحه بالنسبه للفريق، وبعد كده تستكملوا البرنامج التدريبي. لا عندنا بكره تمرين، بكره عندنا تمرين ان شاء الله ما فيش راحه، وبنحضر نفسنا لمباراه الاسيوطي ان شاء الله. شكرا بشكرك. كل التوفيق طبعا للكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، ومبارك من جديد للنادي الاهلي مزيد من الانجازات والبطولات خلال الفتره القادمه. اشكرك كريم، مبروك كابتن حسام البدري والجهاز الفني، مبروك لكل الاهلاويه النهارده، مباراه رائعه. عايز اقول لكم كابتن حسام هو بيتكلم ان في هدف هم حاطينه قدامهم كجهاز فني، انك تعتلي قمه الدوري ان شاء الله في المرحله القادمه من خلال طبعا كل مباراه وثلاث نقاط مهمين، هو ده الهدف، وانت بتبتدي تحققه من خلال طبعا كل مباراه. اكيد الروتيشن اللي اتكلم عليه كابتن حسام البدري مهم وفي مصلحه اللاعبين ومصلحه الفريق، عشان بس حته بعض الاسئله كانت في المؤتمر الصحفي على جزئيه الروتيشن وغياب بعض اللاعبين وخروج بعض اللاعبين، هو كابتن حسام هو الاعلم بهذه الجزئيه، واعتقد ان احنا ماشيين بشكل كويس. بنشوف النهارده احمد الشيخ بيحرز هدف ومميز، بنشوف باكا، بنشوف مجموعه من اللاعبين، احمد ياسر ريان نزل في الاخر، كل هؤلاء اللاعبين اعتقد كابتن حسام بيبقى عامل سيناريو للمباراه وهو اتكلم على هذا السيناريو. اعتقد كمان ان اشتغل النهارده كابتن حسام البدري من خلال كلامه على اجزاء معينه في فريق المصري الانبي نتيجه وجود كابتن ايهاب جلال قبل كده امامه في مباريات اما كان ماسك المقصه، وطريقه لعبه مميزه هو بيلعب بيها، عشان كده هو ضغط عليه من بدري. ده كلام كابتن حسام البدري. زي ما بقول لكم حضراتكم احنا في المركز الثاني في 22 نقطه، عندنا اربع مؤجلات هتبتدي من مباراه الاسيوطي في كانت من الاسبوع السابع، والمقصه والنصر والمقاولين بالترتيب، ده الاربع مؤجلات بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ولكن مبروك فعلا كابتن ربيع، استكمالا لكلامنا كابتن اللي كان قبل اللقاء كابتن حسام البدري، وقدره الفريق النادي الاهلي وفوزه الكبير ده اكيد بيخوف الفرق القادمه من اكيد من التعامل مع النادي الاهلي بشكل مفتوح او جزء هجومي بالنسبه لهم يعني. طبعا محمد، لان احنا النادي الاهلي يملك الخطوط الفعاله فنيا اللي تقدر تروح وتهدد بيها مرمى المنافس وتكسب بيها في اي وقت، بلاك عن طريق باكين، عندك وسط الملعب، عندك الرباعي الهجومي اللي في الثلث الامامي بترابطهم وتمركزهم وتحركهم والتحرك الرائع بتاعهم. فالامر لازم يبقى يعني العنفوان الفني بالنسبه للمدافع لازم يبقى بشكل امثل وافضل. في حاجه اسمها مدافع فرديه وجماعيه، النهارده ما ينفعش تترك مساحات
خلفك للاعب النادي الاهلي، ادي مساحات لاي لاعب النادي الاهلي يتألق ويقول ويروح ويسجل. المساحات النهارده، المساحات النادي الاهلي بتلعب بيلعبوا بمنتهى النهارده السلاسه والراحه والسهوله. النهارده جيم دفاعي، مفيش مدافع النهارده الفريق ام بي. خلينا واقعيين، هو يملك الثلث الامامي خطوره بين الثلاثي كان تراوري وابو بكر دياره وصلاح محسن والباكين علي فوزي وبسيوني، حاجات كتيره جدا راحوا بيها، لكن على فترات كبيره ومش خطوره. الخطوره كانت على فترات كبيره جدا، لكن النادي الاهلي يحسب برضو خلال احداث المباراه ان هو الاعلى، هو الافضل، هو الكامل في كل تصرفاته. يا محمد تصرفات النهارده كانت سهله جدا، التعاون كان موجود، عدد الفرص النهارده اللي وصل بيها النادي كتير جدا، معناه ان في فنيات، ان في تمرين، وفي تحرك، ان في شغل، ان في جهد، خد بالك ان في فاعليه من شخصيه فريق النهارده مرشح بقوه وامر الله تعالى بطل الدوري. فمباراه من وجهه نظري سهله جدا جدا، وكان فيها فرص كتيره قوي قوي، اول مره يعني من فتره كبيره نشوفها. لكن لا أيوه. انا يعني متكرره يعني، انت طبعا طبعا ان انت بتضيع اهداف، بس خلي بالك حاجه كويسه يعني. انت يعني الشوط الاول بقول لك 6 اهداف، العدد كبير شويه عن المباراه اللي قبل كده، انما السكور مش عادي الحمد لله، ما احنا بنكسب الاربعات والخمسات، اتكلم على نسبه ال 45 دقيقه، واخد بالك. لكن مبروك النادي الاهلي. هي نفس نتيجه الرجاء بمكسبك امام الرجاء برضه كابتن 4. خلينا نروح للقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ، هو جاهز يا بيبو اللقاء مع زميلنا كريم احمد، لو جاهز اتفضل يا بيبو. مستمرين معاكم معنا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك طبعا الكابتن سيد بالنسبه لي، المباراه زي ما بيقول التلاحم من مباراه مع بعض، لكن في جاهزيه كبيره، في جاهزيه جميع على مستوى النهارده كمان اداء رائع، فريقين من النهارده قدر اداء رائع النهارده كمان، لكن احنا النهارده كنا مركزين بشكل كبير قدرنا نحقق فيها الحمد لله. طبعا بنكسب الحمد لله على الاداء، وهي زي ما قلت بتبقى مراحل في مشوار الدوري، وانت بتقول الاهميه ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير لكل الفرق اللي بتلعبها. الدوري كده يعني، بتقابل فرقه اسمها كويس، بتقابل فرقه لسه اسمها طالع او لسه طالعه حتى للدرجه الثانيه بتلعب معاك، لازم تقدرهم وتحترمهم، لازم يبقى بتتعامل معاهم بشكل ايجابي جدا 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 جدا. انت الاسم الاكبر وانت الاسم الاعلى وانت الاسم الاهم في البطوله، لكن كمان مهم جدا ان انت تتعامل بواقعيه، تتعامل بجديه، تتعامل باحترام عشان تقدر تكمل يعني. رغم الغيابات، عندنا غيابات كثيره سواء على المستوى الفني او كمان عدم الجاهزيه بالنسبه لي طبعا عالي، ورغم كده وان احنا كمان بنصرف بشكل كبير لكل اللعيبه، ده يدل ان في لعيبه جاهزه وفي تركيز في كبير في تدريباتك. الاهم في السنه دي ويمكن الموسم ده الاهم، قلتها معاك المره اللي فاتت او قلتها مش عارف مش فاكر بالظبط مع مين، لكن في النهايه ده الاهم، الموسم ده الاهم من اللعيبه ده كتير، لان انت بتلعب كل 3 ايام ضغط مباريات كبير جدا ومرهق جدا، ما عندكش عدد لعيبه جاهز وعدد لعيبه مستعد في اي لحظه ان هو يكون موجود في الملعب، امر خيبه صعب، مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تكمل المنافسه. احنا عندنا ثقه في كل المجموعه، عندنا ثقه في كل اللعيبه، وعشان كده زي ما قلت لك يعني ده لو المستوى بعيد ما بين اللي بيلعب وما بين اللي ما بيلعبش بشكل مستمر او منتظم، هتلاقي الدنيا صعبه بالنسبه لك عليك كفاءه. فاحنا ما بنحسش بده عشان كل اللعيبه قريبه من بعض، وعندنا عدد كبير من اللعيبه المتميزه الحمد لله. مباراه الاسيوط لازم اكلمك عليها، مباراه قادمه في البرنامج التدريبي نزلت في راحه، هتبقى راحه فعلا ولا في بكره عندنا راحه. فرقه الاسيوطي برضه هو نفس العنوان اللي بنقوله، نفس الفكر اللي بنفكره كلنا كفرقه، جهاز فني ولعيبه، نادي بشكل كبير، الاهلي اسمه كبير والاهلي اسمه عظيم، لكن كمان عشان اسمه ومكانته لازم يفكر ان هو بيحترم كل الناس، بيحترم كل اللعيبه او بيحترم كل الانديه، سواء كانت اللي لها تاريخ كبير في عالم كره القدم المصريه او المحليه يعني بشكل عام، او حتى اللي لسه الاسيوط بشكل مختلف، عنده فرقه كويسه، عنده فرقه منظمه، عندها شكل كويس، بتلعب كويس مع الفرق الكبيره على الفرق، تعادلت مع مصر القصه وكانت كسبانه لحد اخر 7 دقائق، تعادلت مع ام بي وكان ليها برضه يعني بعض المحاولات على المرمى، خسرت من مصر المقصه او اسف خسرت من مصر 2-1، فهي لها شكل كويس، بتعرف تكسب وبتعرف تتعامل مع الفرق الكبيره بشكل كويس، لازم نحترمها، لازم نقدرها. ان شاء الله يا رب نكون موفقين في التعامل معاها والتحضير للقاء. شكرا كابتن سيد. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد طبعا عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، والكابتن سيد معاه كمان المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي، مباراه رائعه واداء رائع لفريق النادي الاهلي، واكيد زي ما بنقول النادي الاهلي بيخطو خطوات ثابته الى الامام للحفاظ على بطوله لقب الدوري الاعلى. مستمرين معاكم كل المشاهدين ولقاءات خاصه هنا من استاد القاهره.
متصلين مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد فوز مميز ورائع لفريق النادي الاهلي على انبي، وبيسعدنا في هذه اللحظات يكون معنا الكابتن سيد معوض مدرب مساعد فريق النادي الاهلي. مبروك طبعا الكابتن سيد، مباريات متتاليه زي ما بنقول، في تلاحم كبير للمباريات، لكن بنظهر بشكل جيد، عندنا عناصر كتير جاهزه، وعندنا كمان لعيبه على اعلى مستوى بتادي في خلال الفتره اللي فاتت. شايف المباراه النهارده ازاي وتقييمك بشكل عام؟ يعني الحمد لله مكسب كبير على فرقه كبيره، فرقه محترمه، معهم الكابتن ايهاب جلال من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر بقاله فتره. يعني مكسب كبير جدا، اداء قوي جدا لمعظم لعيبتنا النهارده حتى في ظل ضغط المباريات، نلعب كل اربع ايام وحاجه مجهده جدا بالنسبه للعيبه، بس الحمد لله يعني في ظل كل ده بتلعب ماتشات قويه وبتادي بشكل قوي جدا. ممكن في بعض المباريات بتريح بعض اللعيبه زي النهارده، السوليه قعد، فتحي لعب في نص الملعب، هاني دخل على الفرقه، لان انت عندك الحمد لله عندنا مجموعه لعيبه بنقدر نعمل عمليه تدوير ما بينهم على اساس ان احنا نقدر نكمل المرحله دي، لانها مرحله يعني ماتشات كتير جدا في وقت قصير جدا. فاللعيب اللي هتخسره ثلاث اربع مباريات، يعني لا قدر الله لا يتعور باي حاجه هيغيب ثلاث اربع مباريات، ونحاول معظم اللعيبه نحافظ عليهم، زي تغييره اجاي النهارده بتحافظ عليه بشكل كويس. الحمد لله الفرقه جايه، يعني حتى اللعيبه اللي بتدخل على الفرقه، احمد الشيخ دخل النهارده اداء جيد لما نزل، والهدف ده يديله ثقه ان هو يقدر يدخل يبقى افضل بعد كده. باقا ما نزل النهارده من افضل اللعيبه، يعني ادانا السرعه اللي احنا عايزينها. وليد ازارو حتى بيضيع فرص كتير جدا، انما كان مدينا سرعه خلال الشوط الاولاني وفترات كتير من الشوط الثاني. عبد الله السعيد من وجهه نظري افضل مباراه لعبد الله النهارده من فتره كبيره جدا، اداء جيد جدا، واحنا معانا الكره عبد الله مدينا استحواذ كبير جدا، موصلنا للجون، بيلعب اللعيبه كلها، فتحي وعاشور النهارده من افضل اللعيبه اللي موجودين. فالحمد لله يعني الفرقه كل يوم المستوى بيزيد، الاداء بيزيد، واحنا بنطمع في اكتر. يعني احنا الحمد لله مقيمين لعيبتنا بشكل كويس، يعني حتى مباراه مصر لما كسبناها كنا بنتكلم الحمد لله كسبنا وكان في ايجابيات كتيره جدا، انما بنركز ان احنا نتفادى بعض السلبيات اللي حصلت. الحمد لله مع الماتشات لا، واضح ان اللعيبه الحمد لله بتأدي اداء جيد جدا، وان شاء الله نتمنى الاستمراريه على الاداء ده. مباراه الاسيوطي لازم اكلمك عليها، زي ما بنقول مباراه متلاحقه، لكن شايف المباراه القادمه ازاي؟ استعدادنا هيبقى فيها، لا هيبقى فيه روحه، ولا الاستمرار التدريبات بشكل عام يا كابتن؟ لا يعني اللي بيريح تاني يوم بيبقى اللعيبه اللي لعبت المباراه، لما اللعيبه الثانيه تتمرن بشكل طبيعي عشان تبقى جاهزه في اي وقت. زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت كان في بعض اللعيبه بعيده بدات تدخل، هاني، الشيخ، باقا لسه داخل علينا، فالحمد لله يعني بنجهز كل اللعيبه واستمرار التدريبات بشكل طبيعي جدا. ربنا يخليك، الله يكرمك. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد معوض مدرب مساعد الفريق للنادي الاهلي، واكيد بنبارك من جديد للنادي الاهلي في هذه المباراه والمباراه القادمه، مباراه الاهلي والاسيوطي، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ولقاءات خاصه هنا من استاد القاهره. اشكرك يا كريم، الف مبروك طبعا للجهاز الفني بالكامل اللي كان معانا. طبعا كنا نتمنى نشوف كابتن احمد ايوب برده كلامه ورايه عن المباراه، ولكن كابتن اسامه خلينا احنا بقى بنشوف الاهداف، لان وقتنا بينتهي ويهمنا طبعا ان احنا الهدف او الاهداف الاربعه نشوف رايكم فيها، لان طبعا الاهداف كلها ملعوبه، حتى يعني هدف ازارو اللي ممكن يكون فيه لك الحمد لله كان موجود، ولكن احرزه بشكل مميز، وكانت جمله مميزه الهدف الاول لسعد سمير كابتن اسامه. طبعا احنا قلنا الضربات الثابته بتبقى مؤثره كتير قوي، احنا قبل الكره دي ضايعين جوان كتير قوي، لكن لما بتيجي ضربات ثابته المفروض يبقى فيها تركيز. وليد سليمان عمل كره مقوسه بشكل كويس وسريعه، سعد سمير قدر يخطف المدافع اللي معاه على القائم الاول وجاي من الحركه ومفيش حد بيتحرك معاه، ركب الكوره كويس الدفاع دلوقتي يا كابتن. هو بيعرف يجيب جوان، وفي جون طبعا جابه بطن رجله الماتش اللي فات. فكوره ملعوبه كويس قوي، لعيبه طنطا مش مراقب، لعيبه انبي مش مراقبه كويس، وقدر سعد سمير يطلع على القريبه يحطها هدف، يركب الكوره ويحط هدف جميل جدا يعني. طيب الهدف الثاني لو نقدر نجيبه بيبو بقى، عشان كابتن شريف هو اللي هيعلق عليه، هدف جونيور اجي في الدقيقه 39، وكان عاجبك قوي كابتن الهدف ده؟ هو من البدايه الحقيقه تحضير كويس جدا وتحركات كويسه، واللعيبه شايفه بعض وهات وخدوه، يعني انا دي سابع نقله، ثامن نقله، وادي تمويه وفنت 10 10، بص بقى تاسع 10 نقله، ال 11 بليسنج عالمي جميل، بيخش جوه على، بيفكرني بناجي جده في غانا.
الفاينل بتاع بس دي كانت اوقات شويه الثانيه كانت اسرع شويه واقرب شويه الوان 2 بس التصرف واحد. انا عاجبني ذاكرتك يا كابتن شريف والله. لا والله انا عندي زهايمر مش حاسدك. انا بس عايز اقول لك على حاجه الحقيقه كل ده ترجمه ان كانوا بيتكلموا على الروتيشن واللعيبه كلها زي ما هي متقاربه لبعض حتى اللي بيجي وما بيلعبش بينزل بيجيب جوال ثانيه. كابتن حسام بدري كان لعيب قوي يا كابتن ربيع وكابتن اسامه وانتوا عارفينه وكان محارب في الملعب محارب شرس يعني فهو بيحب النوعيه دي بحب اللعيبه اللي هي دايما بتقاتل دايما المشاكسه دايما اللي بتفتح له الفرص دايما اللي عندها الاراده ان هي تجري في الملعب وتقدر تعوض من نص الملعب للديفندر والجواكر اللي زي احمد فتحي. هو كابتن حسام من النوعيه دي وبيحب اللعيبه دي. فاللاعب اللي هو بيبقى موجود بره كابتن فاروق هو اللي بيجبره ان هو يخليه موجود هو اللي بيخليه هو بينادي على النوعيه دي. النوعيه دي هي اللي دايما ليها حظ كبير قوي مع حسام البدري والنوعيه دي هي شخصيه النادي الاهلي. صحيح. فانا بقول اجاي النهارده انت جبت هدف بصراحه انت وعبد الله سعيد زي ما سيد معوض قال 10 على 10. حقيقي. طيب يعني الهدف الثالث كان في الدقيقه 54 عن طريق وليد ازارو. يمكن الجمله دي اتكررت بشكل كبير حته ان انت بتضغط على الفريق وبتقطعها وتنقل الكوره وبتتلعب بشكل عرضي من اجاييه لعبها بصراحه بشكل مميز. يمكن كان في باد لك في الاول وبعد كده يعني الكره ساعدته مليار غريب كابتن ربيع اتفضل. اه ده الهدف الثالث من اول الكره ما اتقطعت ما شاء الله من وسط الملعب ضغط طبعا وتديل مساحات انا دفعت دي ميزه في لعب النادي الاهلي انه دافعه من غير الكره زي ما قلنا من نص الملعب وخد الكره من نص الملعب وبدا نروها تقريبا عبد الله عملها لاجايين في الثلث الاخير وقلنا الثلث الاخير اللي ما راقبش افتكر اللي ما يمسها شوف الثلث الاخير 1 2 3 حمر رايحين يجيبوا جول عملها اجايين بالعرض رائعه لازارو ازارو حط فيها رجليه بس جاب في القائم الايسر والحمد لله رجعت له ثاني قدر يجيبها بدماغه ففيها توفيق طبعا لكن هو جول وهدف رائع 100% ومن صنع وسط الملعب للثلث الهجومي للشبكه. حقيقي يا كابتن يمكن لازم بقى كابتن اسامه ما دام هو اللي توقع سير المباراه كابتن خلاص نديله بقى الهدف الرابع ويستاهل الصراحه. اتفضل كابتن احمد الشيخ بيحرز الهدف بعد نزوله يعني ده حاجه احنا قلنا نفس الجمل المتكرره نفس الجمل المتكرره هنا باكا نفس الشيء احمد بيقطع والديفنس واقف من بدري على خط بيكشف خط الاوفسايد. الشيخ طبعا عنده تمكن وهداف الدوري السنه اللي فاتت دخل وعلى فكره هو بص الاول على يمينه على اساس ان ممكن لو حد جاي يطلع الجون فلما لقاش حد ركز فيها كويس قوي وحطها في الزاويه الضيقه. هيفرق مع الشيخ الهدف ده كابتن؟ اه طبعا نفسيا انت السنه فاتت كنت هداف الدوري طبعا هنا باقة دخل بالكره الاول للعمق التحرك جاي من الاتجاه العكس لان هو كان بيلعب في الجنب اليمين لما بص هو رفع عينيه عشان يشوف حد وبعد كده ركز وحطها في الضيقه لعله. فطبعا هو هداف الدوري السنه اللي فاتت السنه دي لما بيجيب جون زي دوت وهو لسه نازل او نزل وقت قليل بتدي له ثقه في نفسه وبتدي له ثقه في امكانياته ان هو راجل هداف زي ما هو وان شاء الله نتمنى له التوفيق في المباريات القادمه إن شاء الله. لكن اللعبه دي اتكررت كتير قوي النهارده وقلنا النادي الاهلي كان ممكن يجيب منها هدف كتير النهارده كان ممكن يبقى فوز كبير جدا على انبي واستغلال حالته ولكن 4 اهداف برضه حاجه محترمه وحاجه جميله بيدي قوه للمارد الاحمر اللي دخل للمركز الثاني برصيد 22 نقطه. يعني اعتقد ان احنا خلاص يعني مباراتين وان شاء الله وتم توفيق فيهم بامر الله نبقى على قمه الدوري وبيساعدنا طبعا نتائج الفرق الاخرى سواء بقى الاسماعيلي او المصري او الزمالك اللي تعادل النهارده مع الرجاء. يعني كل توفيق لفريقنا. بشكرك كابتن شريف يعني تواجدك معانا النهارده وتحليلك الفني الرائع. بشكر كابتن مصر الله ربيع بشكرك كابتن نور شرفت كابتن اسامه بشكرك نور شرفت يعني ده يمكن الماتش النهارده كان في بعض الامور ممكن خاصه بالتغييرات لكن طبعا وقتنا ما سمحش يعني زي ما بقول لكم احنا الحمد لله في المركز الثاني حاليا برصيد 22 نقطه. كل توفيق لفريقنا. اقول بعض الاخبار الخاصه طبعا بالدوريات الاوروبيه النهارده كان في ماتشات قويه جدا كانت موجوده برشلونه مع سالتا فيجو تعادل 2-2 ايضا ليفربول وبرايتون وفوز ليفربول على برايتون 5-1 كان محمد صلاح طبعا مشارك بشكل كبير وعمل اسيست في الهدف الثالث لزميله فيرمينيو. ايضا مانشستر يونايتد وارسنال كان الفريق او كانت مباراه قويه جدا النهارده طبعا مانشستر يونايتد بيفوز على الارسنال 3-1 وبيحتل المركز الثاني في طبعا خلف مانشستر سيتي. يعني كده مباريات كانت قويه هذا الاسبوع.
ختمناها طبعا بمباراه الاهلي وانبي وفوز النادي الاهلي 4-1. كل التوفيق طبعا لفريقنا ان شاء الله. بعد الفصل هيكون مع زميلي محمد سعد وطبعا تغطيه اخرى او مستكملين تغطيتنا من خلال استاد الاهلي لمباراه اليوم وايضا كره كاس العالم اللي يعني اكيد حطت مصر في مجموعه الى حد ما بعض يراها قويه ومصر ركت الكوبر بيراها الى حد ما صعبه. كل التوفيق لمنتخبنا وايضا والنادي الاهلي. السلام عليكم.